لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. حب يعني بالناس اللي حضرت معنا المحاضرة، ربنا يجعل في صحتهم وإن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على برنامج ريفت ام اي بي. بداية يعني أرحب بكل الناس اللي شرفونا وجم حضروا معنا المحاضرة تبع ملتقى الدارين، أكاديمية ملتقى الدارين للتعليم المجاني عن بعد. وإن شاء الله بإذن الله تكون محاضرة يعني سهلة وبسيطة وما فيهاش أي مشاكل بإذن الله. الله يكرمك يا باشمهندس ضياء. تمام، ان شاء الله النهارده هنكمل مع بعض برنامج الريفت ام اي بي. احنا خدنا ازاي نعمل سيستم واتكلمنا مع بعض عن برنامج الريفت، وشفنا مع بعض ازاي نشتغل كلنا مع بعض بموضوع السنكرونايزيشن، ان يبقى كذا واحد شغال على نفس الملف، وشفنا ازاي نعمل موضوع اللينك، وشفنا ازاي ممكن واحد يشتغل على ملف لوحده. النهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض موضوع مهم جدا، هو موضوع الاسكادولات، ازاي نعمل اسكادولات. الاسكادولات طبعا بتفيدنا جدا في موضوع الحصر، بتفيدنا في موضوع الحصر. يعني انا دلوقتي عندي شغل كتير وعايز ابدا احصر، فموضوع الاسكادولات بيبقى بسيط جدا وسهل جدا وبيعمل لي موضوع الحصر بطريقه جميله جدا. في الاوتوكاد كان الحصر بيتعمل مانيوال، ولو انا غيرت شويه الشغل بضطر اعمل حصر من اول جديد، مش بعمل حصر الجزء اللي اتغير بس، لا ده انا بضطر اعيد ايه الحصر كله. في الريفت هنا لا، بتلاقي ان انا ممكن اعمل الجدول قبل ما ابدا الشغل، يعني ممكن اعمل جدول فاضي خالص وكل ما اضيف حاجه ابص الاقيها اتضافت في قلب ايه، في قلب الـ في قلب الاسكادول. فطبعا في فرق كبير جدا بين الاثنين. تمام، طيب هنبدا دلوقتي نعمل السكرين ونشوف الاسكادولات بتعمل ازاي. ستارت سكرين شير. تمام، ده هو برنامج الريفت ام اي بي، والرسم فيه سهل جدا ان شاء الله ما فيهوش اي مشاكل خالص. طيب لو انا دلوقتي عايز اعمل حصر او ان انا اعمل اسكادول، ممكن اجي هنا، دي طريقه ان انا اجي هنا من اسكادول، ادوس كليك يمين اقول له ايه نيو اسكادول. تمام، بيجيب لي قايمه بالحاجات اللي انا ممكن اعمل لها حصر. تمام، ولكن مثلا هختار لايتنج فيكتشر. تمام، دي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا ممكن احصرها، اقول له ايه اوكي، بيبدا يجيب لي خانات اللي انا ممكن اعمل فيها حصر. دي بيقول لي الخانات ان ده ممكن تحصر الحاجات دي كلها. تمام، فانا بختار ايه الحاجات اللي انا عايز تظهر معايا في الجدول. يعني ممكن مثلا اقول له ظهر لي الكوست الكاونت، اشوف ايه الليفل هي موجوده في انهي ليفل، ابدا اشوف مثلا التايب نيم او التايب مارك، الفولتج، اشوف ايه الخانات اللي انا عايز اعملها. تمام، اي حاجه انت عايز تحطها ممكن تدوس بس على مرتين تيجي هنا، او ممكن اعلم عليها، اعلم على اي واحده واقول له اد هتتضاف عندي هنا واقول له ايه اوكي. تمام، طيب ادي اهو الحصر ده اتعمل لي، اهو اتعمل حصر للمشروع كاملا. انا ما خدتش ولا خطوه، ما بداتش احصر يدوي، ما بداتش ابص على الارقام، انا مجرد بس ان انا جيت على اسكادول ودوست كليك يمين وقلت له نيو اسكادول، الحصر اتعمل لي. تمام، او ممكن اجي من قائمه فيو، ممكن اجي من قائمه فيو اجي هنا اقول له اسكادول، هجيب لي نفس الشاشه، ابدا اختار انا عايز اعمل حصر ايه. يعني ممكن اقول له انا عايز احصر الحاجات بتاعه البايب مش الكتريكال، واقول له انا عايز احصر مثلا البلامنج فيكتشر واقول له اوكي. بيقول لي ايه الحاجات اللي عايز تحصرها، اقول له مثلا انا عايز احصر مثلا الفاميلي، الفاميلي تايب، عايز احصر الموديل، عايز احصر اي حاجه انت عايز تحصرها. هتبدا بقى تختارها، تبدا تشوف ايه الخانات اللي انت عايز تحصرها. تمام، هتقول له اوكي، هيبدا يعمل لي الجدول في كل حاجه موجوده في قلب المشروع. ماشي، طيب هرجع للجدول الاولاني.
الجدول هنا لو بصينا له هلاقي ان هو مش ما ينفعش انا اسلمه. ليه؟ هو هنا عامل ايه؟ هنا حاصر كل حاجه لوحديها. يعني انا مثلا عندي لمبتين في قلب اوضه، حاطط كل لمبه في سطر لوحده، حاطط كل واحده في صف لوحده، تمام؟ فطبعا بالشكل ده مش هينفع، فاحنا محتاجين نعدل على الاسكادول. احنا عرفنا ازاي نعمله ببساطه، وعايزين نعدل فيه برضه ببساطه. ان انا اعمله هاجي ليجند، هاجي قصدي اسكادولات، كليك يمين واختار نيو سكادول، اختار نوع الاسكادول اللي انا عايزه واي سكادول انا عايزه اختاره، مثلا ميكانيكال اكويبمنت، اقول له اوكي، وابدا اختار الخانات اللي انا عايز احطها في قلب الاسكادول، تمام؟ طيب انا دلوقتي عندي مشكله في الجدول ده، عايز ابدا اظبطه. يعني عايز الكوست دي مثلا تبقى تاني واحده مش اول واحده، عايز الليفل دي مثلا تبقى هنا، عايز ابدا اظبط الجدول ده. هنبدا نعدل فيه ببساطه بحيث ان هو يبقى شكله مقبول. ازاي؟ عايز اشوف الخصائص بتاعته. طب اجيب الخصائص بتاعته ازاي لو هي مش موجوده؟ من قائمه فيو هاجي هنا واقول له يوزر انترفيس، واروح مختار البروبرتيز. طيب ظهرت معايا. لما باجي ببص هنا بلاقي حاجه تحت خالص اسمها فيلدز وفلتر وسورتنج وفورماتنج وابيرنس. هروح دايس قدام اي واحده فيهم، هطلع نفس الشاشه اللي كانت موجوده المره اللي فاتت، تمام؟ ودول نفس الخمسه اللي موجودين هنا. يعني ممكن ادوس مثلا على فلتر هتظهر لي الفلتر هنا. طب خلينا في الفيلدز، تمام؟ انا مثلا عايز ابدا اظبط، عايز اخلي مثلا الكوست دي تحت خالص، هقول له موف زاوية، هنزل بيها تحت. عايز حاجه فيهم اشيلها، الواتش مثلا، اروح دايس عليها مرتين شيلها. عايز ازود حاجه، اروح قايل له مثلا طيب مارك زودها لي، زود لي المارك، زود يعني اي حاجه انا عايز ازودها هدوس عليها مرتين هتزداد هناك، تمام؟ طيب او ممكن ازود برامتر. يعني ايه ازود برامتر؟ يعني انا عايز ازود صفه تتكتب في قلب الجدول مش موجوده هنا، عايز ازود صفه او خاصيه مش موجوده هنا، هقول له اد برامتر، واختار بروجكت برامتر، وابدا اكتب اي اسم انا عايزه. يعني مثلا اقول له مثلا روم نيم، مثلا روم نيم. طيب الروم نيم دوت عباره عن ايه؟ هل هو تبع التكييف ولا الكتريكال ولا بايبنج ولا كومون؟ لا كومون، حاجه عامه. طيب هيبقى عباره عن تكست، ماشي تكست. طب هحط في انهي جروب؟ ابدا اشوف مثلا ممكن احطه في جروب اللي هي جنرال، واقول له اوكي. هتبدا تتضاف عندي خاصيه اسمها روم نيم، ابدا انا اكتب الروم نيم دي بنفسي، تمام؟ ممكن اقول له اد برامتر واضيف مثلا كميه الكهرباء مثلا لو هي مش موجوده، اقول له انا عايز حاجه في الكتريكال، ابدا اشوف ايه الحاجات اللي ممكن هنا. يعني مثلا كميه الوات مثلا لو مش موجوده، اليومنس مثلا، واروح حاططها مثلا بخاصيه اسمها مثلا اليوم. ده لو انا عايز ازود اي خاصيه. يعني انا دلوقتي عندي سكادولات في الشغل فيها حاجات مش موجوده في الاختيارات اللي قدامي، اروح قايل له اد برامتر واضيف البرامتر اللي انا عايزه. بس وانا بضيف ابص على الجنب هنا، عندي نوعين، حاجه اسمها تايب وحاجه اسمها انستنس. تايب بيبقى للنوع ده كله، للتايب ده كله. يعني لو انا عندي كذا كشاف كلهم لهم نفس التايب، يبقى مجرد ان انا غيرت خاصيه في واحده فيهم هتغير في كله. انستنس يبقى كل عنصر خاص بنفسه، تمام؟ يعني لو انا غيرت خاصيه في الكشاف الاولاني مش هتغير في الكشاف الثاني. يعني التايب ده مثلا شده الاضاءه، اللايتنج اكيد كل الكشافات ما دام كلهم نفس النوع لهم نفس شده الاضاءه. انستنس موجود في انهي اوضه؟ طبعا كل كشاف ممكن يبقى موجود في اوضه شكل، فانا بخليها انستنس عشان ابدا اختار كل واحد فيهم هيبقى موجود في انهي حته، تمام؟ طيب هقول له ايه؟ اوكي، هيبدا يضاف عندي الحاجات ديت. لو في حاجه عايز اشيلها اقول له ديليت واشيلها من هنا، تمام؟ وعندي حاجه كمان اسمها كالكوليتد فاليو. كالكوليتد فاليو يعني ايه؟ يعني هضيف قيمه هو يحسبها. يعني انا عندي معادله مثلا، عايز اقول له، ممكن اقول له ايه؟ خلي لي المعادلة ديت مثلا، قول له اللمب، شوف لي اللمب بكام واضربها لي في 3، دي معادلة، تمام؟ اضربها لي في 2.5، اقسمها لي في 5، اضربها لي في الكوست، تمام؟ دي كلها معادلات انا بحطها وده اي اسم انا عايزها، واقول له اوكي، دي كده معادلة اتضافت لي في قلب الاسكادول اللي انا بعمله دلوقتي، تمام؟ فدي اول حاجة اسمها فيلدس. فيلدس دي بعمل فيها ايه؟ بزود خانات او اشيل خانات او اعدل. يعني ممكن اجي هنا اديت واروح معدل في الخانات ديت، او ممكن ادوس ديليت واشيلها، او ممكن اعيد ترتيبهم. كل ده من قائمه اسمها فيلدز. لو دوست كده اوكي
الاقي ان الحاجات بدات تترتب وفي بدات بعض القوائم تتضاف ليا هنا. طيب لو دوست ايديت تاني وقلت له انا عايز فلتر، بيقول لي انت عايز تعمل فلتر يعني ايه؟ يعني انا مش عايز كل الخانات دي، ده هو عايزني في الجدول عايز ليفل واحد بس، مش عايز ليفل اتنين ولا ليفل تلاته. لو انا بصيت في الجدول تحت كده الاقي في ليفل اتنين موجود، تمام. طيب انا عايز ليفل واحد بس هو اللي يبقى معايا، اعمل ايه؟ هقول له فيلدس، واروح مختار فلتر واقول له اعمل لي فلتر بالليفل، انا عايز الحاجات اللي الليفل القيمه بتاعتها بتساوي ليفل واحد. يعني هيبص في الجدول لو لقى ليفل واحد هيختاره، لو ما لقوش مش هيختاره، تمام. اوكي تمام، ابص كده في الجدول، ليفل اتنين اختفى واي ليفل تاني اختفى، ما فيش غير ليفل واحد، تمام. ممكن ارجع تاني فلتر واختار حاجه تانية، ممكن اقول له doesn't equal، يعني عرض لي كل الحاجات ما عدا ليفل واحد، هلاقي اللي ظهر لي اي ليفل تاني ما عدا ليفل واحد، تمام. ده بالنسبه للفلتر، ببدا افلتر الحاجات، يعني ممكن اقول له اتالي ايكوال doesn't equal، اللي اكبر من كده اللي مش اكبر من كده، تمام. فده انا بفلتر بيه الحاجه، اقول له نون ودوس اوكي، كده الحاجات ايه كلها موجوده معايا. طيب برضو نفس المشكله لسه موجوده ما قربناش منها، اللي هي ايه؟ ان انا عندي كل حاجه موجوده لوحدها في صف لوحده، انا عايز كل كميه متشابهين يبقوا موجودين في خانه لوحدهم، تمام. طيب ممكن اقول له مثلا edit واختار ايه sorting and grouping. sorting and grouping بوجه هنا اقول له ايه رتبهم لي حسب خاصيه معينه، يعني ممكن اقول له رتبهم لي حسب التايب او حسب الليفل، خلينا نرتبهم حسب الليفل، تمام. واشيل علامه itemize every instance، اتمايز افر انستنس دي معناها حط لي كل عنصر لوحده، حط لي كل عنصر لوحده، اشيلها دي كده واقول له اوكي، الاقي جاب لي حصر الدور الاولاني وحصر الدور الثاني، عمل لي حصر لللايتنج فيكتشر اللي موجودين في قلب المشروع كله مره واحده. تمام. طيب ممكن اجي هنا سورتنج اند جروبنج دي ممكن ابدا ارتب بيها الحاجات زي ما انا عايز، يعني ممكن حتى ارتبهم بعد ما ارتبهم بالليفل ارتبهم باي خاصيه ثانيه، ماشي. ممكن ارتبهم ترتيب عكسي، يعني هنا دي ترتيب من صغير للكبير، هنا من كبير لصغير زي ما انا عايز. ممكن اقول له بلانك لاين، يعني ارسم لي خط صغير بينهم، تمام، زي ما انتم شايفين كده. ممكن اقول له حاجه كمان، فوتر تحت كل مجموعه اكتب لي التايتل والكاونت والتوتالز، او التايتل والتوتال بس، اقول له اوكي، هلاقيه فعلا هيبدا يكتب لي الحاجات اللي هي تحتيها على طول. ليفل 2 راح قايل لي مثلا ان هو هيبقى فيهم 108، ليفل 1 فيهم 53. انا ببدا ابص هنا في الخصائص وابدا اظبطهم، يعني ممكن اقول له ايه اعمل رتبهم لي حسب الفاميلي حسب الكوست. خلينا نشوف موضوع الكوست دوت، يعني خلينا نيجي هنا ونشوف الكوست كده. لو جيت هنا الكوست ده وقلت له ده مثلا دي ب 22، ايه اللي حصل؟ الكوست هنا معموله طيب، فمجرد ان انا غيرت فيها راح قايل لي ايه كل الطيب دوت هيبقى هياخد نفس الرقم، لان هو كلهم نفس اللونات، يعني مش معقول يكون انا مثلا جايب لمبه معينه بسعر ولمبه تانية بسعر تاني، تمام. طب لو جيت هنا في اليوم ده وخليتها مثلا 52، هي برضو طيب. طب الروم نيم، الروم نيم معموله انستنس، يعني انا لو جيت هنا فيلدس وشفت الروم نيم وقلت له اديت هلاقي معموله انستنس، لذلك كل خانه بتبقى لوحديها. طيب الكوست كانت معموله ايه؟ او اليومن معموله طيب، فانا لما بغير في واحده بغير في كله. طيب لو انا جيت هنا قلت الروم نيم دي مثلا سميناها مثلا فريم، مثلا دي الاوضه بتاعت الفريم، ماشي. واحده تانية نسميها مثلا كات، واحده تانية نسميها اي اسم، يعني هنبدا نختار شويه سفره، تمام، ار اي سي ان تي، تمام. طيب ممكن اجي هنا واختار اي واحده فيهم، هنا اقول له مثلا ريسنت، اقول له دي مثلا كيت، اقول له دي مثلا واحد، دي يعني انا هبدا اقول له رتب لي حسب الاوضه اللي عندك، تمام. واجي هنا في سورتنج اقول له رتبهم لي حسب الروم نيم واشيل العلامه دي، اقول له ايه اوكي، ايه اللي حصل؟ بدا يشوف الروم نيم، تمام. هاجي هنا الروب نيم،
هو رتبهم دلوقتي تمام، وبدأ يشوف لي مجموعهم كام. وهتلاقي مثلا دي مثلا فيها 2، فراحتهم كلهم في خانة لوحديها، دي فيها 3، آخر واحدة اللي هما اللي أنا سايبها فاضية فيها 151، فحطهم هنا تمام. طيب لو رجعنا تاني، يبقى احنا فهمنا الفيلدس دي، ببدأ أشوف ايه الخانات اللي أنا عايز أحطها في الجدول وايه الخانات اللي أنا عايز أشيلها، ممكن أعدل فيها، ممكن أعمل ديليت، موف أب، موف داون، ممكن أزود بارامتر، ممكن أدوس كالكوليتد فاليو وأحط قيمة جديدة. الفلتر ده أنا ببدأ أصفي، أقول له مثلا أنا مش عايز من الاسكادول ده كله غير الخاصية الفلانية تمام. سورتنج أند جروبنج، ببدأ أنظمهم، أبدأ أنظمهم يعني أقول له رتبهم لي حسب الروم نيم، رتبهم لي حسب كذا يعني، ممكن اقول له بعد ما ترتبهم بروم نيم رتبهم لي مثلا حسب الليفل، فيبقى انا عندي نوعين من الترتيب تمام. خلينا نرتبهم بالليفل. طيب كده احنا ايه بدأنا نرتبهم. طب انا بعد كده الخانه اللي بعد كده اسمها فورماتنج. يعني ايه فورماتنج؟ يعني بيبدأ يشوف التنسيق بتاعها. يعني دلوقتي عندي الكاونت ديت، انا عايز اسميها اسم تاني غير كاونت، اسميها مثلا نمبر، نمبر، وادوس اوكي. اجي ابص على الكاونت اسمها اتغير لنمبر، وممكن اعدلها اوتوماتيك من هنا. يعني ممكن اجي على نمبر دي وادوس على كليك يمين مرتين، ادوس عليها بالشمال واقول له سميها لي ان يو ام نقطه، اختصار للنمبر تمام. ارجع للفورماتنج، ممكن اعدلها من هنا او اعدلها من هنا، الاثنين واحد تمام. طيب لما انا جيت على الكاونت قلت له نمبر، فبدا يغير الاسم. طيب ممكن اقول له الكلمه دي انا عايزها هوريزنتال او فيرتيكال، عايزها افقي او راسي، بس التعديل ده مش هيظهر معايا دلوقتي. يعني التعديل دوت مش هيظهر معايا هنا، بل هيظهر معايا فين؟ هيظهر معايا لما ابدا احطها في قلب السكادول، في قلب الشيت. يعني لو انا جيت كده وقلت له زر لي البروجكت براوزر، البروجكت براوزر اللي انا بتصفح فيه المشروع، وقلت له تعالى افتح لي الشيتات، واخترت اي شيت دوست عليه مرتين فهتفتح معايا، وجيت في الاسكادولات ديت وسحبت اللايتنج فيكتشر وحطيتها هنا تمام. الجدول ده لو كبير وعايز تبدا تخليه على مرتين، باجي على العلامه دي واروح داس عليها اسبلت، فبيروح مقسم لي الجدول لمرتين وثلاثه واربعه لحد ما يدخل معاك في قلب الاسكادول بدون اي مشاكل خالص. طبعا هو ما فيش اسكادول بالطريقه دي، بس عشان احنا مختارين موضوع الانستنس تمام. بلاقي ادهي الكلمه بقت بالشكل دوت تمام. وممكن ابدا انظم الجدول ده، يعني ممكن ابدا اسحبه كده يمين شويه بحيث ان انا اوسع الخانات. ممكن الخانات دي مثلا عايز توسع شويه، اروح موسعها كده بحيث ما يبقاش في كلمه مقسومه على سطرين، ما يبقاش في كلمه مقسومه على سطرين تمام. هدوس كنترول تاب عشان ارجع للصفحه اللي قبل كده. طيب هاجي هنا برضو الغي دي عشان اشوف الخصائص بس كده، او تعالى نبص في الخصائص، هقول له فورماتنج، نبدا نكمل مع بعض. يبقى احنا شو عرفنا هيدنج اورينتيشن، بقول له دي هوريزنتال ولا فيرتيكال، هوريزنتال ولا فيرتيكال تمام. الاينمنت، عايز تخلي الكلام كله ناحيه الشمال ولا في السنتر ولا في الرايت، فانا خليها في السنتر كده ونشوف ايه اللي هيحصل. الخانه دي خلاص بقت ايه، الكلام كله في النص. طيب لو انا عايز اعدل كذا خانه، ممكن اروح معلم عليهم كلهم كده شيفت، وراح قايل له دي كلهم خليهم لي ايه في السنتر. اوكي هتلاقي الجدول كله بقى ايه في السنتر. طيب اجي هنا فورمات، فورماتنج، واروح ابص على اول واحده اللي هي كاونت. طيب خلاص احنا قلنا الهيدنج، وقلنا الهيدنج هيدنج اورينتيشن والالاينمنت تمام. بنلاقي حاجه بعد كده اسمها ايه، هيدن فايل. يعني انا لو عايز الخانه دي معايا هستفاد منها في الحسابات او هستفاد منها في الفلتر، بس مش عايز تظهر معايا في الجدول، اروح معلم عليها صح في هيدن فايل وادوس اوكي، الاقي الخانه دي اختفت بس بقت موجوده في الحسابات. يعني لو هي معتمد عليها اي حسابات شغاله عادي، اجي هنا واشيل العلامه دي تمام. وممكن اقول له كالكوليت التوتال، يعني ايه؟ يعني احسب لي التوتال بتاعها، يعني شوف لي دوك كام واجمعهم لي. يعني انا دلوقتي لو عندي اي حاجه فيها جمع، مثلا الكوست فيها جمع، اجي هنا واقول له كوست واقول له كالكوليت التوتال اوكي، يبدا هو بقى يحسب لي ايه المجموع بتاعها تمام. اي زي ما انتم شايفين حسب لي مجموع التكلفه. ممكن اي خانه مش لازم الكوست، اي خانه مثلا عايز احسب مجموع اطوال او كده، بروح قايل له احسب لي مجموع الاطوال. طبعا دي هتبقى كويسه لو انا عندي مثلا عايز اعمل حصر لدكت او بايب
او كول تري او اي حاجه، ممكن اقول له ايه احصر له توتال الحاجات دي كلها، فهو يعمل لي حصر ليها. تمام، زي ما انت شايف الحصر سهل جدا وبسيط. وهنشوف دلوقتي لو احنا لغينا عنصر من العناصر ايه اللي هيحصل. طيب لو انا قلت فورماتنج، تمام، وجيت بصيت على اي حاجه من الحاجات دي، مثلا الكوست، بلاقي حاجه اسمها فيلد فورمات. يعني ايه فيلد فورمات؟ او خلينا نختار مثلا الروم نيم، خلينا نختار الكوست، ماشي تمام. يعني ايه ديت الفورمات بتاعتها؟ يعني هي دي عباره عن ايه؟ يعني دلوقتي مثلا لو دي حاجه مثلا في الكهرباء مثلا فولت، هتستخدم بأنهي عمله؟ تمام، هو عاده هستخدم نفس اليونت بتاعت المشروع، بيشوف المشروع ده شغال بأنهي يونت ويشتغل بيها. طب لو انا عايز اغيرها، اروح معلم هنا صح، اشيل علامه صح قصدي، وابدا اغيرها، اقول له مثلا لا ده انا عايزها بكسور، عايزها من غير كسور، اي حاجه انا عايزها. تمام، يعني خلينا نختار لامب مثلا، او نختار الحاجه اللي هي ليها فورمات معين او مرتبطه باليونت، هي اللي انا اغير فيها فيلد فورمات وابدا اغير فيها. تمام، اجي هنا واروح مغير، اقول له مثلا لا ده انا عايزها مثلا بالديسيمل، عايزها تقربها لاقرب 10. ماشي، لو عندي حاجه في الوحدات الاطوال، تمام، لو لما نيجي نعمل جدول البايب هوريها لكم، ممكن اقول له في البايب قربها لي الاقرب كذا، او انت شغال بالمتر خليها بالبوصه. تمام، طيب ماشي، نكمل وبعد كده بشوف موضوع ان انا اعمل حصر للبايب. ماشي، هاجي هنا الاقي عندي حاجه اسمها كوندنشن فورمات. يعني ايه كوندنشن فورمات؟ كوندنشن فورمات ده يعني بقول له اعمل لي كوندنشن معين زي الاكسل كده. يعني بقول له لو الروم نيم بتساوي اي قيمه معينه اديها اللون دوت. يعني لو القيمه دي جت في اي خانه، ادي الروم نيم اللون دوت. ممكن اقول له لا اديها لو هي بتساوي كذا او ما بتساويش كذا، او ممكن اقول له خلي اللامب، لو اللامب بتساوي كذا خليها بلون معين. تمام، في بعض الحاجات زي مثلا الكوست، بتلاقي حاجات ظهرت الاختيارات زي ايه، بتوين، يعني بيديني قيمتين، لو كوست من كذا لكذا اديها لون كذا. تمام، يعني ممكن اقول له لو التكلفه من جنيه ل 1000 اديها لون ابيض، بعد كده خلاص يبقى مش هينفع معايا. تمام، هقول له الروم نيم، اقول له كلير اول، لو الروم نيم ايكوال تو 1 اديها لون ايه، خلينا نديها لون مثلا اخضر. اوكي، اقول له اوكي. الروم نيم كونديشن، باك جراوند كلر مش هتقدر تعدل، انا اختار اهو. اوكي، تمام، في مشكلة مش هتقدر تعدل اللون. لو الروم نيم بيساوي 1 ده لون احمر. اوكي، ماشي تمام. طيب لو قلت له الليفل، خليه الليفل، لو الليفل ما عنديش هنا ليفل، الليفل مش خاصيه من خالص اللمبه نفسها، فمش جامع في الكونديشن فورمات. تمام، طيب لو دخلنا في الابيرنس، ايه الابيرنس دوت؟ الابيرنس بيديني شكل الجدول نفسه كخطوط وكتكست. يعني الجزء الاولاني ده خاص بالخطوط، يعني الخط نفسه ممكن اغيره. يعني ممكن اقول له ايه الجريد لاين، الخطوط الداخليه خليها على هيئه هاتش. طب والخطوط الخارجيه الاوت لاين بتاعتي، ممكن اقول له خليها على اي شكل من الاشكال التانيه، بحيث بس ايه نشوف التاثير بس. تمام، يعني انا دلوقتي هقول له الخطوط الداخليه خليها هاتش، والخطوط الاوت لاين خليها تقيله شويه. تمام، طيب والتكست هقول له ايه؟ انا عندي الهيدر تكست، خليه مثلا الهيدر تكست، خليه باي فونت تاني، اغير الفونت بتاع الهيدر تكست واقول له خليهولي كبير.
طب والبادي تكست، التكست بتاع الكتابات اللي جوه، ابدا اختار اي تكست انا عايزه، ممكن اقول له خليه اللي فوق بولد وخليه اللي تحت مثلا ايتاليك. تمام، ده مجرد بس ايه، تنظيم لشكل الحاجه. سورتنج هقول له بقى اشيل علامه التمايز ديت واقول له اوكي عشان الجدول بس يبقى صغير. اروح للسكادول اللي هو في الشيت، الاقي التأثير هو حصل. تمام، هلا ده هو الجدول اهوت، التكست اللي فوق بقى تقيل قوي. تمام، والتكست اللي تحت بقى لون خفيف وبقى ايه، بقى مايل، بينما الجزء اللي فوق بقى غامق قوي. وده هو المجموعة الحاجات اهيت، بقى هو الجدول اهو ظاهر معايا زي ما انا عايزه. ممكن اسحبه كده واروح حاطه فين، في الشيت او الباندا او اللي اوت او اي حاجة انت عايز تسميها. تمام، ده الجدول. طيب الجدول ده زيه زي الاكسل او زيه زي ال زي الاوتوكاد. طب ايه الفرق؟ الفرق تعال نشوف ايه الفرق. ادوس كنترول تاب ونبدا نشوف ايه الفرق، ايه اللي يخليني اروح للجدول دوت. ادخل هنا في الخصائص اقول له انا عايزها تميز، ايه الفرق بقى؟ الفرق ان كل قيمه هنا مرتبطه بالشغل. يعني انا لو وقفت هنا ولقيت الكشاف ده المارك بتاعه مثلا غريب او في خاصيه غريبه او عايز اعرف هو فين، تمام، لو انا عدلت اي حاجه في السكادول اتغير في البلان، لو عدلت في البلان اتغير في السكادول. تمام، طيب خلونا نعمل جدول تاني معايا دلوقتي، اقول له يقول له نيو سكادول، وخلينا نختار مثلا البايبنج، اقول له اوكي. البايبنج انا محتاج فيها ايه؟ مثلا الكوست، الكاونت، الفلو، الفريكشن مثلا. تبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت محتاجها في الجدول وسهل ان انت تعدل فيها بعد كده. سايز، التايب، مارك، السيستم نيم، سيستم تايب. تبدا تشوف ايه الخواص اللي معاك في قلب البايب، وتبدا اللينس طبعا. تمام، واقول له ايه؟ اوكي، بدأ يظهر لي الجدول. لو انا وقفت على اي بايب فيهم، لو انا وقفت بس مجرد عملت سيلكت عليه واحده فيهم، تمام، وليكن مثلا دوت اللي هو 4 جي بي ام 15، هقول له هايلايت الموديل. عمل لي ايه؟ جاب لي البايب دي موجوده في انهي حته في البلان، اهي موجوده اهي. تمام، قلت له كلوز وعملت زوم، هلاقي البايب اهو موجود في الحمام دوت. تمام، مجرد بس هاجي هنا في الشكل دوت واقول له اظهر لي فايل. تمام، اهو. طيب لو جيت تاني وقلت له هايلايت الموديل، جاب لي البايب ديت. لو انت مش شايفها او موجوده ورا حاجه او عايز تشوف في مكان تاني او من زاويه تانيه، ممكن اقول له ايه، شو، يوريها لي في مكان تاني، شو تاني، يوريها لي في مكان تالت، يبدا يوريها لي لحد ما انا اشوفها رؤيه العين، ابقى شايفها قدامي متاكد ان هي دي احسن رؤيه انا عايزها. طيب ادوس كلوز. لو انا وانا شغال اكتشفت ان في غلط عندي، اجي هنا على البايب دي وروح داز ديليت. طيب لو رجعت بقى للسكادول، لو رجعت للسكادول هلا ان هي اختفت، اللي هي كانت 4 جي بي ام دي اختفت. تمام، فدي حاجه تضمن لي ان انا شغال مش محتاج ان انا ابص على السكادول، مش محتاج ان انا عدلت حاجه في البلان اجي اعدلها في السكادول، لا ده هي تعدل معايا اوتوماتيك. انا دوست كنترول زد ظهرت معايا تاني. تمام، طب لو جيت انا وانا هنا دوست ديليت، جاب لي رساله بيقول لي انت هتلغي عنصر، انت مش هتلغيه من السكادول، ده انت تلغيه من السكادول وتلغيه من البلان ومستكشف كل حاجه، هو مشروع متماسك، فانت عدلت هنا هتروح في قلب البلان هتلاقيه اختفى من البلان نفسه. تمام، ادوس كنترول زد هيظهر معايا. فانا لو عايز الغي حاجه ولغيتها من السكادول اوتوماتيك هتلغي من البلان، لغيتها من البلان اوتوماتيك هتلغي من السكادول. هرجع تاني للسكادولات، فدي حاجه كويسه جدا ان انا اي حاجه عايزها اقول له هايلايت الموديل وابدا اشوفها في الموديل فين. تمام، طيب
لو انا في حاجه عايز الغيها هدوس ديليت، هتلغي على طول. اي صف، اي صف عايز الغيه، يعني مثلا دول عايز اقول لهم ديليت، هروح ادوس ديليت. طيب ممكن اجي هنا عايز الاثنين دول مثلا يبقوا تحت قناه معينه، او السيستم دول الاثنين دول سيستم يبقوا تحت قناه معينه، اروح عامل عليهم سيلكت، هدوس اول مره شمال واسحب. تمام، عايز احط الاثنين تحت جروب، اجي هنا الهيدر هقول له جروب، عمل لي ايه؟ عمل لي جروب للاثنين، اروح مسميه مثلا سيستم، سيستم. تمام، بقى السيستم ده تحتيه سيستم نيم وسيستم تايب. تمام، ولو عايز اشيله في اي وقت هروح جاي كده. تمام، ممكن اجي هنا واروح قايل له ان جروب، ان جروب، يروح فكك له الجروب. يبقى لو عايز احط جروب لكذا حاجه ادوس عليهم الاثنين وكليك يمين جروب هيدر، هيعمل لي جروب هيدر، اكتب اللي انا عايزه. ممكن اروح برضو دايس على دول كلهم واقول له جروب هيدر، يعمل لي هيدر كمان. يبقى انا عندي كذا هيدر في قلب الاسكادول، وده طبعا هيفيدني في التنظيم جدا يعني. تمام، لان انا عايز اعمل اسكادول تيبيكال من اللي انا هقدمه في المشروع، او تيبيكال للشركه كل سنه بتقدمه. تمام، هو عايز يستفاد من قوه الريفت بس يكون نفس الشكل، مش مجرد ان اعمل سكادول ومختلف عن الشكل اللي هناك، لا لازم ابدا اعدل الاشكال بتاعتي بحيث انها تبقى نفس السكادولات اللي الشغل بتطلعه واحسن كمان. تمام، طيب انا دلوقتي عملت سكادول عايز ابعته للاكسل، اعمل ايه؟ يعني عايز الجدول ده احطه في الاكسل، هاجي من هنا اقول له اكسبورت. تمام، اقول له اكسبورت وهنزل الاقي عندي حاجه اسمها ريبورت، راح مختار سكادول، يعني سبورت ريبورت سكادول. تمام، هو مش بيخرجه اكسل، هو بيخرجه ملف اسمه تي اكس تي. تمام، خلاص مفيش اي مشكله خالص، هقول له خرجوا لي ملف تي اكس تي، ملف اللي هو التكست عادي، سيف. فبيقول لي ماشي انا هخرجه لك دلوقتي. انت عايز الهيدر يبقى صف واحد ولا مالتي ايبل روز زي ما احنا عاملينه؟ يعني عايزه كله صف واحد ومن غير جروبس، ولا عايزه متنظم؟ لا انا عايزه متنظم. تمام، طيب المسافه بين كل خانه وخانه عايز تحط تاب ولا تحط مسافه ولا تحط الشرط ديت؟ هي العادي بتاعها تاب والاصل بتاعها تاب، فخليها تاب مفيش اي مشكله خالص. هقول له اوكي، هو كده عمل اكسبورت للملف دوت علاقه ملف تكست. لو احنا دخلنا عشان نشوفه، ادخل في قلب المكان اللي انا حاطط فيه الشغل بتاعي، هلاقي ملف تكست اهو فايب سكاد، بدوس عليه مرتين بيفتح لي الجدول ده. طيب انا عايز ادخله على الاكسل، طيب هاجي هنا وافتح الاكسل، اكسل اي اكسل، يعني لو عندك اكسل 2000 او 2013 او اي حاجه هيبقى مفيش اي مشكله خالص. اقول له بعد كده اوبن او انسيرت هيفتح معايا على طول. طب هو الاكسل المفروض بيسطب شويه حاجات، هو مجرد بس اقول له اوبن فايل اوبن واروح فاتحه هيتفتح معايا ان شاء الله.
اه بس في الاكسل عندي محتاج ملفات تعملها. طيب انا فتحت البرنامج تاني اسمه ليبرر اوفيس، ده عباره عن اوفيس مجاني. اقول له هنا اوبن، واختار الملف اللي انا عايزه. اقول له انا عندي الملف بتاع الاي موجود عندي على الريفت، موجود عندي على الدارين، الملف دوت اهوت. اقول له ايه اوبن، بيقول لي عايز تدخل باني فونتات، بقول له مفيش اي مشكله خالص، الفونت العادي تمام. ادي هو الجدول ظهر معايا اهوت زي ما هو موجود في قلب الريفت، مفيش اي مشكله خالص. لو انت عايز تبدا تنظم حاجه معينه على الاكسل او اي حاجه عايز تظبطها او هو مطلوب منك اكسل، ابدا نظمها عادي تمام. اهو برضو نعملها. خلاص دي كده احنا دخلناه في قلب برنامج ببرامج الاوفيس، احنا دخلناه بس في برنامج اسمه لايبر اوفيس، ده اوفيس اوبن سورس مجاني. ان شاء الله هنعمل بس بريك ربع ساعه عشان الصلاه. ان شاء الله بعد الصلاة هنشوف لو حد عنده اسئلة في اي حاجة نجاوب عليها بإذن الله، وبعد كده هنتكلم في موضوع الفاميلي. ان شاء الله بعد الصلاة هنشوف في راحة بس ربع ساعة، هنشوف لو حد عنده أسئلة، وبعد كده إن شاء الله نشوف موضوع الفاميلي بإذن الله. الريفت هو برنامج بيعمل نموذج للمبنى البروفيرا جدول زمني، فعشان أدخل ده على ده بيسموه في البي أي إم البعد الرابع للمشروع. فالبعد الرابع دوت بنستخدم برنامج اسمه نافس ووركس، برنامج اسمه نافس ووركس. برنامج نافس ووركس دوت من أهم الوظائف اللي فيه إن هو بيربط بين النموذج بتاع الشغل زي الريفت وبين برنامج اسمه بروفيرا، فبيديني بعد رابع للشغل. وان شاء الله هشرح هنا برضه في ملتقى الدارين، بمعنى ان انا هبص للشغل في الاول هيبقى فاضي خالص مفيش اي حاجه خالص، وبعد كده هتبدا الحيطان بتاعه البيزمنت تظهر، تبدا الكاميرات، يبدا القاعده بتاعتها، يبدا الدور الاولاني يظهر، يبدا الشغل يظهر زي ما يحصل في الطبيعه. فلما بربط الريفت بالبريمافيرا، ده برنامج اسمه نفس وركس، ده بيديني بعد رابع للشغل. البروموفيرا مش بس جدول زمني، لا في برضه معلومات كتير جدا، فلما بربطه بالريفت بستفاد قوه دوت وقوه دوت، يعني البرنامجين بيزيدوا قوه. نفس وركس بيعمل الموضوع دوت، ونفس وركس بيعمل حاجه كمان. يعني شفنا موضوع في الريفت ان انا ممكن اشوف ايه اللي خبط في ايه، الكلاشات. هو بقى ممكن يعمل كلاشات بطريقه اقوى، يعني اقول له ايه لو في عندي بايب قريبه من بايب اقل من 10 سم اعتبرها كلاش تمام، لو في بايب اوطى من 1.80 متر اعتبرها كلاش. فبيديني امكانيات اكتر لو انا شغال على البرومافيرا. طيب ده البعد الرابع. ايه البعد الخامس؟ البعد الخامس في البي اي ام هو عباره عن التكلفه، بزود موضوع التكلفه. كان زمان في برنامج اسمه كوانتيك اوف، وده برنامج قوي جدا اللي عايز يشتغل بيه حصر. من اول 2014 الكوانتيك اوف اصبح جزء من نفس وركس، يعني نفس وركس بقى فيه زراير كده ادوس عليها ابقى انا كده كاني انا اشتغلت على كوانتك اوف. يبقى انا افرق بين البرامج بس عشان ما حدش يتوه مني. الريفت ده بيعمل نموذج المبنى، البرومافيرا بيعمل جداول زمنيه، اللي بيربط بين الاثنين هو برنامج نفس وركس، وبيعمل شويه حاجات لذيذه جدا. يعني ممكن يتجول جوه المبنى بطريقه جميله جدا وطريقه سريعه وبكذا اسلوب، فبيعمل لي شغل جامد جدا كشو. يعني الكوانتك اوف برنامج حصر، بس في 2014 ما نزلش كوانتك اوف في 2014، تم دمجه في نفس وركس. تمام. طيب حد عنده اي اسئله؟ التمبليت اركتشر وستراكشر. انت التمبليت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ملف فاضي خالص تمام، بس فيه اعدادات. يعني
ارتفاع الكتابات، اشكال الاسهم، الفاميلي، بعض التطبيقات كده اللي انا كل مره بدل ما اعملها لا ممكن احطها في التمبليت، ممكن احط الاسكادولات فاضيه خالص وكل ما ارسم حاجه تتحط في قلب الشغل. ازاي بفعلها؟ هفعل السكرين دلوقتي اوريها لك. ماشي حاضر. طيب بص، باجي هنا واقول له نيو بروجكت، واروح مختار التمبليت من هنا، يعني اقول له براوس واختار التمبليت. التمبليت بيبقى ار تي اي، بروح مختار ار تي اي واقول له ايه اوبن، بختار يا اما افتحه بروجكت، بروجكت يبقى ار في تي. تمام كده انا هشتغل مشروع مش هشتغل تمبليت، بفتحه بروجكت تمبليت عشان اغير في الخصائص نفسها، يعني ادخل اغير في ارتفاع الكتابه، اعمل كذا. وانا شغال في المشروع اكتشفت ان في حاجه لازم تعدل في التمبليت، بفتحه كبروجكت تمبليت واعدل فيه للمشاريع اللي بعد كده. تمام. طيب المهندس محمود وجدي سأل سؤال، في ملف ريفت معماري بفتحه على طول بلاقي ارقام الغرف والاسماء والمساحات بتاعتها، لكن بفتح التمبليت الكهرباء واعمل اد للملف المعماري، تعمل اد اللي هو اللينك. تمام، بزود لينك. هتلاقي في اقف على اللينك المعماري وشوف الخصائص بتاعته، هتلاقي في حاجه اسمها في قلب الخصائص اسمها، اللهم ذكرها نسيت، اسمها روم باوندري. اول ما اتعلم عليها صح، روم باوندري اول ما اتعلم عليها صح هيبدا يفعل معاك موضوع الغرف، هيبدا المشروع يحس باي مساحه مقفوله من الحيطان هيعتبرها غرفه. فانت ممكن من فوق من انوتيشن هتقول له مثلا عايز ازود تاج للروم، فتضاف معاك عادي. تمام، حد عنده اسئله؟ ان شاء الله الجزء الجاي محتاج تركيز، لو حد عايز يعمل قهوة أو أي حاجة، عشان احنا هنعمل مع بعض فاميلي. ما انت محتاج بقى ان انت تحط يعني اختار من انوتيشن روم تاج وابدأ حطها يدوي، هتنزل معاك على طول، او تبقى فاتح المشروع من هناك تاخدهم كوبي بيست من هنا، مفيش اي مشكلة خالص. يعني انت انوتيشن هتلاقي روم تاج وتبدأ تحطها عادي، ممكن تختار تاج اول وتقول له روم، يبدأ هو يحط التاجات للروم على طول. بس انت هو حاسب الاوض، فانت مجرد تقول له تاج، ممكن تقول له تاج اول روم، هيبدأ هو يروح رصصهم كلهم في الفيو مرة واحدة. يعني ممكن تعملها غرفة غرفة، وعندي حاجة اسمها تاج اول من انوتيشن، بلا عندي حاجة اسمها تاج اول، ممكن تختار روم وهو يبدأ يحطهم في الاوض كلها مرة واحدة. لا لا، هو يلط الاسامي، هو خلاص عارف ان الاوضه ديت، هو عارف الاسامي، مجرد ان انت تختار تاج وتحطها في قلب الاوضه هو يروح واخد اسم الاوضه ويروح حاططها على طول. تمام، ان شاء الله دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل فاميلي من اول جديد. هو مبدئيا طول ما انت شغال مش هتحتاج ان انت تعمل فاميلي من الصفر. ليه؟ هتشوف اقرب فاميلي ليك وتشتغل عليها. يعني لو انا عايز اعمل مثلا غساله معينه، هتلاقي غساله قريبه منها فتبدا تعدل فيها زي ما انت عايز، كذلك مش شمس محمود. تمام، يعني انت مثلا عايز تعمل مروحه جديده لسه مخترعينها جديد، تشوف اقرب مروحه ليها وتبدا تعدل فيها. عايز تحط فيشه، تشوف اقرب فيشه وتحطها وتحط حاجه قريبه منها وتبدا تعدل فيها. عايز محبس معين، اشوف الاقرب محبس ليه. يعني انا عايز اعمل جيت فالف وما عنديش غير جلوبال فالف، مش هبدا من صفر، اروح واخد الجلوبال فالف واعمل التعديلات البسيطه وابدا اشتغل بيه. طيب ازاي اعمل فاميلي؟ ده اللي احنا هنشوفه بقى ان شاء الله مع بعض، ويعني نسال الله ان هو ييسر لنا الموضوع ان شاء الله. تمام، طيب ازاي اعمل فاميلي؟ هو في عندي فاميلي بتبقى كتابات بسيطه، وفي فاميلي بتبقى حاجات ادفانسد شويه. طيب خلينا نخش في الحاجات البسيطه اللي هي 2 دي، وبعد كده نشوف الحاجات اللي هي 3 دي، ازاي نعمل مثلا حوض او نعمل اي شكل من الاشكال. تمام، طيب لو انا جيت كده على اي فيو، قلت له مثلا تي جي، يعني بقول له اعمل لي تاج، او ممكن من انوتيت تختار تاج باي كاتيجوري، هي نفس الاختيار اللي هو تي جي. تمام، طيب لو انا حطيت اهو التاج اهوت،
ده التاج اهو، اللي هو ده ايه، التاج بتاع البايب نفسه. طيب لو انا عايز اعدل فيه اهو، فين بقول له اديت فاميلي، احنا اتكلمنا فيها قبل كده بس ايه هنقولها برضو تاني، الحاجات اللي ناس عايز توضيح بنعيدها تاني كده بالراحه. بقول له اديت فاميلي وعايز اعدل انا في الكلام ده، اقف عليها اعمل سيلكت وصف الفصوص. لو انا عايز اعدل ارتفاعات الكتابات او لونها او الحاجات دي كلها، هدخل في ايديت تايب وابدا اعدل من هنا. يعني ممكن اقول له ايه اللون دوت، اختار لي لون تاني، تمام، اغير اللون، اغير اللاين ويت اللي هي سمك الخط، سمك الكتابات. لو انا عايز الكتابات خفيفه اخليها 1 2، الارقام لو عايز اتقل اروح مكبر الرقم عندي لحد 16. 16 طبعا مش هشوف حاجه في اللوحه، تمام. لو انت عايز الكتابات شفافه تشف اللي تحتيها بختار ترانسبنت، لو انت عايزها تبقى عاديه او باكيو. هنا ببدا اختار الفونت، التكست سايز، لو انت عايزه بولد او ايتاليك او اندرلاين، ده مجرد شكل الكتابه. طيب لو عايز اغير في الليبل، اجي هنا اديت. الليبل ده عباره عن زي ايه، فكره معينه او حاجه معينه هتتكتب، تمام. بلاقي هنا عندي سايز والسيستم تايب والكومنت، ممكن اقول لا انا مش عايز كومنتس تعليق، انا عايز اشوف ايه اللي انا عايز اكتبه هنا. يعني ممكن اكون مثلا عايز اكتب ايه، اي حاجه انت عايز تكتبها تدوس عليها مرتين تزود عندي. ممكن تكون انت عايز بس تحط الاسلوب لو انت شغال صحي، ممكن تعوز عايز تحط اللينث زودها، تمام، ممكن عايز تحط الفلو، ممكن تكون عايز تحط الارتفاع. تبدا بمجرد بس تختار الخاصيه وتدوس على السهم دوت، اد بارامتر تو ليبل، هيروح مزودها لك على طول. انفرت اليفيجن او حاجه في الارتفاع، سنتر اوف فايب، اسلوب زي ما انت عايز، ستارت اوف سيت، تمام. كل الحاجات دي ممكن تضيفها، كل دول اتضافوا ليه الليبل دوت. عايز تشيل حاجه برضو شيل زي ما انت عايز، هولو لود انتو بروجكت، بيقول لي ده البارامتر ده موجود قبل كده عايز تعدل فيه، بقول له اه عدل، فبيبدا يزود لي كل الحاجات ديت، تمام. لو في سلوب بيكتبه، لو في السلوب هنا صفر بيبدا يكتب لي كل الكثافات ديت. طب انا هنا عندي الكلام مش واضح، مش قادر افهم ايه الرقم ده وايه الرقم ده، ادخل ايديت فاميلي تاني واعلم على الكتابات واقول له ايديت وابدا بقى اميز له. يعني اقول له هنا اكتب لي كلمه سلوب، وهنا هقول له اكتب لي كلمه لينث، تمام. الانفيرت اليفيشن اقول له اكتب لي كلمه اليفيشن، تمام. ممكن اكتب له كلمه هنا بعديها مثلا ام ام مثلا، وممكن ادوس هنا بريك. بريك يعني ايه؟ يعني خلي ده في سطر وده في سطر، خلي ده في سطر وده في سطر، اخر واحده ما فيهاش بريك لان طبعا ده اخر سطر فمفيش حاجه تحتيه. اقول له اوكي، وممكن هنا اقول له لو انت عايز تحط هنا سيستم تايب اوكي، واقول له دنت بروجكت، طبعا بقى كذا سطر مفيش اي مشكله خالص، تمام. لو عايز تبدا تحط خطوط، ترسم خطوط زي مثلا ممكن تكون الشركه عندك بتعود على خطوط، مفيش اي مشكله، هتيجي كرييت واقول له ايه انا عايز ارسم لاين، وتبدا ترسم الخطوط اللي انت عايزها، تمام. نختار بس ايه السب كاتيجوري بتاعك، وتبدا ترسم الخطوط اللي اي خطوط انت عايزها. ده بالنسبه ايه للفن، تمام. طيب لو انا عايز احط اخلي الفاميلي ديت، ادي الفاميلي عايز اخليها بقى مش للبايب مثلا الضغط او اي حاجه تانية، اشمعنى اول ما حطيت دي عارف ان دي بتاعت البايب؟ ليه؟ لان لو بصيت الخصائص هنا بلاقي عندي حاجه اسمها فاميلي كاتيجوري. فاميلي كاتيجوري اللي لما تدوس عليها بيقول لي الفاميلي دي خاصه بايه. يعني ممكن تكون الفاميلي دي خاصه بالبايب تاج، او خاصه بالبلامنج، او خاصه باي فيو او اي حاجه انا عايزها. ممكن اقول له خلي دي خاصه بالبلامنج فيكتشر. فين البلامنج فيكتشر؟ البلامنج فيكتشر، اي البلامنج فيكتشر، اوكي. طب ما دمت قلت له بلامنج فيكتشر يبقى لازم اتاكد، لان البلامنج فيكتشر طبعا ما فيهوش سلوب. اروح جاي هنا واقول له اديت وابدا اشوف ايه الحاجات اللي مش مظبوطه وابدا اشيلها، وابدا اشوف ايه الحاجات الصح،
يعني بالنسبه لي هنا ايه الحاجه الفاميلي نيم، تمام، دي اللي الحاجات الموجوده في البرامج فيكتشر، السيستم نيم لو في تراب، لو في تايب نيم، اوكي. طيب انا دلوقتي لما هاجي احمله بنفس الاسم هيضرب لي اللي هناك، فانا هاجي هنا بقول له سيف از، سيفولي كفاميلي، بروح مسميه بلامنج فيكتشر، بلامنج، تمام، وسيفه ايه على اي مكان انا عايز. طيب بعد ما سيفته هقول له لود انتو بروجكت، بقى اسمه بلامنج فيكتشر، لود انتو بروجكت. اول ما هقف على اي حاجه بلامنج هبدا يكتب لي اسم الفاميلي، نفس الخصائص اللي انا قلت له اعملها لي من شويه، تمام. في حد عنده اي مشكله في الموضوع لحد دلوقتي؟ عشان ندخل بقى في المرحله اللي بعد كده، ان انا اعمل اي اكيوبمنت اعملها فاميلي. طيب نكمل ان شاء الله مع بعض. طيب لو انا عايز اعمل فاميلي جديده خالص، هو انا ممكن اعدل، يعني ممكن امسك الفاميلي دي وادخل اعدل فيها مفيش اي مشكله، بس انا عايز اعمل واحده من الصفر، تمام، عشان نفهم فكرتها. اقول له انا عايز فاميلي جديده، نيو فاميلي، فكده هيفتح لي اللي هو التمبليت فاميلي، تمام، هيفتح لي قائمه بيقول لي ايه اختار فاميلي تمبليت فايلز اللي هو امتداد ار اف تي، ار اف تي. اجي هنا واقول له انا عايز التمبليت فاميلي، ابدا اشوف التمبليت فاميلي عندي فين. تيجي بص على ال RFT اهو، تمام. طيب لو انا عارف ايه اللي انا عايزه هختاره على طول، يعني ممكن اقول له ايه انا عايز اختار الكتريكال equipment، تمام، بيفتح لي فاميلي فاضيه خالص بس مجرد فيها بعض الحاجات اللي تساعدني في الشغل بتاعي، تمام. لو اخترت الكتريكال فيكتشر برضه هيديني الحاجات اللي تساعدني في الشغل بتاعي، مجرد بس ايه خطوط بسيطه كده تسهل علي الشغل لا اكتر ولا اقل. يعني ممكن اقول له ايه انا عايز فرنتشر اسيستات، انا عايز ميكانيكال اكيوبمنت، سيلينج بيست، يعني اعمل لي الفاميلي دي هي صحبت سيلينج بيست، اول ما احطها في سيلينج هتقرا السيلينج، او ممكن اختار واحده تانية بتحط على الوول بيست، او ممكن اختار حاجه تانية ميكانيكال اكيوبمنت، تمام، او ممكن اختار حاجه خاصه بشغل ال اي، يعني ممكن اختار واحده مثلا ايه متريك بلاستر، ممكن اختار حاجه ويندو، يعني زي ما انت عايز اي فاهم. كل دي اشكال موجوده سهله عليه، سهل عليه. انا اختار هنا جينيريك موديل، جينيريك موديل دي بختارها لو انا لسه مكررتش الحاجه دي تبع اي تصنيف، يعني ممكن يكون عندي مثلا ايه حاجه ممكن تبقى ميكانيكال والكتريكال في نفس الوقت، يعني سخان كهرباء، كهرباء يبقى كهرباء، لا ده السخان ده في البلامنج، تمام. ففي بعض الترموستات، الترموستات دي هل هي كهرباء ولا تكييف، تمام. فلو انا مش مستقر على حاجه هقول له جينيريك موديل واقول له اوبن، تمام. الشاشة دي على اساس ان هو بيعمل لها ابجريد من 2009 ل 2013، تمام. هو كده فتحها لي ابدا اشتغل عادي بدون اي مشاكل. طيب احنا قلنا لو جينا هنا فاميلي كاتيجوري ابدا اختار انا عايز اشتغل ايه، يعني هي دلوقتي جينيريك موديل، ممكن اقول له لا ده انا هخليها ميكانيكال اير تيرمينال مثلا. اول ما بختار الاير تيرمينال بلاقي الخواص دي اتغيرت، تمام، ببدا اشوف الاختيارات دي اختارت اتغيرت. لو قلت له دكت اكسسوارز الاقي الحاجات اللي تحت دي اتغيرت، تمام. طيب اقول له اير تيرمينال واقول له اوكي. اول ما اختار اير تيرمينال تعال نبص على تحتيها فاملي تايب، فاملي تايب دي اللي بخلي منها كذا تايب وادي خصائص لكل تايب، بلاقي هو اوتوماتيك قال لي ما دام دي اير تيرمينال يبقى في عندي حاجه اسمها ماكسي فلو ومينيمم فلو، فبقول له ماشي اوكي. باشمهندس نادر بيسأل انا حملت البرنامج ولما اجي فيه اللايبرري كيف اقوم بتفعيل التمبليت؟ لا مفيش اي مشكله خالص يا باشمهندس. طيب هي ليها كذا طريقه، هي ممكن تحملها من اي حد من على النت على طول، مش لازم تحط ملف التمبليت دوت في قلب الملف بتاع الريفت، لا ممكن تحط مثلا على الدي او على الاي، تمام. وانا هرفع لكم التمبليت على الصفحه بتاعت منطقه الظهريه، تمام. او ممكن تدخل على كنترول بانل ايديت ريموف بروجرام وتختار الريفت وتقول له انا عايز اعمل موديفاي فيه وتعلم صح ان انت عايز تنزل التمبليت. او ساعات بيبقى النت فيه مشاكل وهو اثناء التسطيب بيروح
معدي لمرحلة ان هو ينزل التمبليت، تمام. فان شاء الله هحط لك انا الوصلة بتاعت التمبليت، تروح منزلها عادي وتشغل بيها عادي. طيب انا اول ما فتحت لقيت عندي الخطين دول، ايه الخطين دول؟ بعمل سيلكت عليه بلاقي حاجة اسمها ريفرنس بلين. ريفرنس بلين ده بيسهل لي تنظيم الشغل. يعني انا ممكن مثلا اقول له ايه، انا هرسم اتنين ريفرنس بلين، ولما يتحرك واحد فيهم الناحية دي التاني يتحرك معايا، بحيث ان ايه يبدأ يشوف الحاجات وتبدأ تتحرك مع بعض. تعال نشوفها دلوقتي، تمام. يعني انا هرسم دلوقتي ايه ريفرنس بلين كمان، اجي من قائمة كرييت واقول له انا عايز ارسم ريفرنس بلين، وارسم ريفرنس بلين هنا وريفرنس بلين هنا، ماشي، وارسم ريفرنس بلان هنا وريفرنس بلان هنا. انا اول ما بقرب هما فاهمين بعض، فاهم ان الخط ده قريب من الخط ده، فبيعمل لي ايه محاذاه عليه، تمام. تمام ده كده ريفرنس بلان. طيب انا عايز اربطهم بحيث ان نفس المسافه بين اليمين والوسطان هي نفس المسافه بين الوسطاني والشمال، فهعمل ايه، هرسم دايمنشن. اجي هنا اقول له انا عايز ارسم الاين دايمنشن، واقول له ارسم دايمنشن مثلا من هنا لهنا. في الريفيت بيكمل معايا، يعني لسه الامر شغال معايا كده اترسم. طيب عايز اخلي ده قد ده، علامه ايكوال فوق محطوط عليها علامه غلط، هروح دايس عليها اخليهم لهم مساويين مع بعض، تمام. واجي اقول له من هنا لهنا ومن هنا لهنا، تمام كده ايه رسمتهم قريبين من بعض. اشيل اقول له علامه ايكوال، خلاص بقول الاثنين ايكوال مع بعض. طيب لو انا عملت سيلكت على الريفرنس بلان ده وحركته لتحت، هتلاقي اللي فوق بيطلع لفوق، فهو كده بيعمل ايه، بيحافظ على المسافة اللي بينهم، تمام. هو كده بيحافظ على المسافة اللي بينهم. دي اول حاجة لازم نتعلمها في الفاميلي، موضوع الريفرنس بلين. هو موجود في الريفت بس ممكن ما نكونش احتكينا بيه قوي، بس هنا في الفاميلي لازم نحتك بيه، تمام. فاول حاجة انا عملتها ان انا رسمت ريفرنس بلين، وبعد كده برسم دايمنشن، او يعني هنا بقى بتبقى اسمها ايه، مجرد يعني حاجة بتحكمني وانا في الشغل بتاعي، بحيث ان انا ما اقدرش اتحرك حركه غير لما التاني يتحرك معاها، يعني بيظبط الحاجات مع بعض، تمام. يعني ما ينفعش اجي هنا انا عايز دي تبقى قد دي، لما اتحرك يمين التاني يتحرك شمال، بحيث المسافه بينهم تبقى قد بعض بالظبط. طيب دلوقتي انا رسمت المحددات بتاعتي او الكونسترين، عايز ابدا ارسم اي شكل. لو جيت بصيت في كرييت بلاقي في اشكال او ادوات بتساعدني في ان ارسم اشكال. لو حد شغال في اوتوكاد 3 دي هيلاقي نفس الادوات ديت، او في 3 دي ماكس، او في السكتش اب، او في ايه تاني، السوليد ووركس، الانفنتور، نفس الادوات دي موجوده. طيب لو اخترنا اكستروشن، دي اسهل حاجه، مجرد ان انا برسم حاجه 2 دي وبدل الارتفاع، ده الارتفاع بتاعي، ده الدبس بتاعي، انا اخليه مثلا 300 وارسم اي شكل هنا، اي شكل. خلينا نيجي هنا واقول له انا عايز ارسم مربع، المربع ده عشان انا مختار له ديبس هيبقى ايه، هيبقى 3D. اخترت اول نقطة وتاني نقطة، تمام. ظهر لي فيل، هتدوس على الفيل دي، ايه حكاية الفيل ديت كده؟ انا ربطت الخط ده بالريفرنس بلان دوت، هقول له اوكي، تمام. لو انا جيت هنا في الخط دوت وحركته بلاقي ان الشكل نفسه اتحرك معايا، تمام. احنا ماشيين واحده واحده حتى ان شاء الله بنعمل فاملي مع بعض. تمام يبقى تاني، انا اول حاجه عملتها رسمت ريفرنس بلين، دي حاجه اسمها بتبقى زي كونسترين، حاجه بتحكم الشغل بتاعي، بحيث انا مثلا لو رسمت المربع ده وبدون اي تحكم خالص، لو اتحرك يمين شمال مفيش اي قواعد تربطه، فالريفرنس بلين بيحكم. ورسمت الدايمنشن عشان يبقى اليمين قد الشمال واللي فوق قد اللي تحت، يبقى كل المسافه بينهم واحدة مع بعض، تمام. طيب انا دلوقتي بقى عايز اتحكم فيه عن طريق ايه، رقم. يعني انا ببص في الخصائص، قال لي مثلا يقول لي الاكس 300، اروح مخليه 400 يتغير معايا اوتوماتيك. اعمل الموضوع ده ازاي؟ هنرسم دايمنشن، هاجي هنا اقول له ارسم لي الدايمنشن من هنا لهنا، ودايمنشن تاني من هنا لهنا، تمام. طيب ممكن اجي هنا واقول له الليبل دوت، اختار له الليبل من هنا، مفيش عندي اي ليبل خالص، اقول له طيب ضيف لي ليبل جديد،
اقول له ده مثلا ويت. طيب ده هيبقى طيب ولا انستنس؟ طيب يبقى هيبقى المجموعة كلها انستنس، يبقى العنصر ده بس. انا عايز طيب، عايز كل الفاميلي او كل الطيب دوت يتغير مع بعض. لو عندي كذا واحد وغيرت في واحدة فيهم يتغير كله مع بعض، تمام. هيبقى نوعه ايه؟ هو طبعا لينس، وهيبقى دايمنشن، هيتحط طبعا في الخصائص بتاعت الدايمنشن. اقول له اوكي، ده بقى اسمه ايه؟ ويت. طيب هاجي هنا وهقول له اعمل لي دايمنشن تاني واسمي ده هاي. هاجي هنا برضو بعد ما رسمت الدايمنشن هقف على الرقم هلاقي يظهر لي الليبل، هقول له ممكن اختار ويتس، يبقى ده قد ده، تمام. ممكن اختار ويتس، او اجي هنا ثانية واحدة، في اصلا واحد هنا احنا كنا رسمناه المرة اللي فاتت. اجي هنا اقول له ايه؟ انا عايز اضيف برامتر جديد هاي اتش اي اي جي اتش دي، ده الهاي. طيب ولا الانستنس؟ هخليه برضه طيب واقول له اوكي، تمام. طيب لو انا جيت بصيت هنا بلاقي اد هو الويتس والهاي. لو جيت وغيرت قلت له خلي لي ده مثلا ده 2200 خليه 3000 وخلي لي ده 4000 ابلاي، كبر اهو زي ما انت شايف، تمام. اقول له مثلا خلي ده 600 وده 600 ابلاي اوكي، تمام. ده الشكل اهو، تمام كده. انا بدأت اغير في الخصائص نفسها، الشكل نفسه اتغير. دي اول خطوه انا كنت عايزها، ان انا دلوقتي ايه، حتى لو انا واقف في 3 دي ودخلت في الخصائص وقلت له خلي لي دي 700 وخلي لي ده 700 وقلت له ابلاي، هتلاقي الشكل اتغير معايا تحت، هو ده اللي انا عايزه. طيب لو انا عايز بقى ارسم شكل فوق، بس عايز بقى اغير شويه، انا عايز ارسم شكل قريب من المثلث، يبقى القاعدة بتاعته هي القاعدة الكبيرة وفي مربع تاني أصغر منها الناحية دي. تعال نرسم الشكل مع بعض ونشوف. عندي هنا أمر اسمه بليند. بليند ده بيرسم إيه؟ بيرسم قاعدتين ويوصل بينهم. ممكن يكون القاعدة اللي تحت مربعة والقاعدة اللي فوق مدورة، مفيش أي مشكلة خالص، تمام. ريفولف برسم شكل وبرسم محور والشكل بيلف حوالين المحور. سويب برسم شكل وبرسم مسار والشكل ده بيمشي في المسار. سويب بليند برسم شكلين ومسار، وهو بيرسم الحاجات اللي بين الشكلين دول، تمام. ده سويب بليند، يعني بس يعني ده اللي سويب، بس سويب برسم شكل ومسار، انا برسم شكلين ومسار هو بيرسم بينهم. فويد بيرسم تفريغ للشكل الموجود، يبقى عندي شكل موجود وبرسم فراغ بياكل من الشكل الموجود، فاقول له ايه؟ بليند. بيقول لي ايه؟ ارسم القاعده اللي تحت الاول. اقول له ماشي ارسم لي القاعده اللي تحت. جيت رسمت القاعده اللي تحت، تمام. ابدا اقفلها ماشي، والخط دوت اظبطه. وحتى بعد ما اخلص شغل اللي هي ان انا ابدا اعدل فيه عادي مفيش مشكله، بس انا شايف ان هي اسهل تعدل وانت شغال، تمام. طيب انا عايز ارسم الخط اللي جوه، بس انا ما عنديش الخطوط اللي هي الكونسترين ديت، ماشي. ممكن اعمل الشكل اللي جوه وبعد كده اعمل الكونسترين واظبط عليه، تمام. او ممكن كرييت شوف ارسم. طيب خلينا نخرج من الامر، نرسم الخطين الاول، اقول له يس، تمام. ارسم الخطوط الريفرنس بلاند اللي تحكم لي الشكل اللي جوه، وبعد كده ابدا ايه ارسم شكل تاني. اقول له انا ريفرنس بلاند، ارسم اهو الخط دوت والخط دوت والخط ده والريفرنس بلان دوت، تمام. وابدا ارسم الـ نفس فكره الدايمنشن هنا، من هنا لهنا من هنا لهنا، تمام. واقول له ايكوال، وبرده نفس الفكره هنا، من هنا لهنا من هنا لهنا، واقول له ايكوال. وهنا برده ارسم ويتس 1، ارسم ده ماشي من هنا لهنا وده ماشي من هنا لهنا. اجي على دوت ممكن اقول له ده خليه لي ويت 1 واقول له اوكي. واجي هنا اقول له حط لي ده في برامتر اسمه هاي اتش اي اي جي
اوكي ده للايه، للشكل اللي جوه. تمام طيب هبدأ ارسم بقى اللي احنا كنا لسه بنرسمه شويه، البلنت. هرسم القاعده اللي تحت اهي، وارسم القاعده اللي فوق، بس اخلي المسافه بينهم 350. اديت التوب تمام، وارسم القاعده اللي فوق. اوكي في عندي مشكله هنا، ايه هي؟ ان القاعده بتاعتي بدات من اوطى حته بالشكل مش من الحته اللي فوق. انا لو بصيت 3 دي الاقي ان الشكل ده بدا معايا من تحت مش من فوق. تمام مفيش اي مشكله خالص، انا كنت ممكن اعدلها من الخطوات وانا برسم، وممكن اجي هنا في الالفيجن واختار الشكل دوت واللي يطلع لي هنا، وده اعمل اطلع لي كده. وممكن ارسم برضو كونسترين هنا لو انا عايز، لو انا شايف ان الموضوع يحتاج هرسم هنا كونسترين وفوق كونسترين، وابدا اظبط الدايمنشن واختار الدايمنشن اللي انا عايزه واربطه زي ما احنا عملنا في بقيه الشكل، يعني سواء في سيكشن او في بلين مفيش اي مشكله خالص. تمام طيب هرجع دلوقتي هنا، وعايزين نبدا نظبط الموضوع ده. تعالى نجرب في 3 دي نشوف الشكل هيتظبط ولا لا. تمام عايز اتاكد برضو من حاجه، تعالى نقف هنا اقول له لو انا عايز اعدل ادي التوب، عايز اشوفه مربوط بيه ولا لا. لا مش مربوط بيه، لو حاجة ما اتربطتش بنربطها تاني يعني مفيش أي مشكلة. لو أنت بتربط وأنت بترسم بيبقى أسهل، لأن بيبقى كل المحددات ظاهرة معاك، فتبدأ إيه تقول له اربطه مرة واحدة. تمام أقول له إيه إديت بيس، أشوف اللي تحت مربوط برضه ولا لأ، أعمل له كونسترين ولا لأ. لأ مش معمول، أجي هنا اقول له ايه اوكي خلاص كده كده الشكل اترسم على طول. طيب لو جيت في 3 دي تمام ودخلت هنا في قلب الايه الفاميلي تايب، وجيت على دوت ده 700 قلت له خليها 600، وخلي لي ده 600، وخلي لي ده 200، وده 200، وقلت له ابلاي، هتلاقي الشكل فعلا اتعدل زي ما انا عايز. ممكن اقول له خلي لي ده مثلا 400 وده 400، قلت له ابلاي، هتلاقي الشكل برضه ظبط زي ما انا عايز. فكده بقى عندي تحكم في الفاميلي زي ما احنا كنا بنشوف في الشغل، ما كناش عارفين جت منين، كده عرفنا ازاي نعملها. عليكم السلام ورحمة الله. ماشي طيب كده خلاص عرفنا ازاي نرسم الشكل اهوت، ونبدأ نحملها في المشروع. ممكن اقول له لود انت بروجكت واقول له حملها لي في المشروع دوت، هو هنا بيجيب لي اسامي المشاريع اللي موجوده وانا اختار المشروع اللي موجود. تمام كده اتحمل الفاميلي، هيتحمل معايا وابدا اشوف انا عايز احط فيه. تمام هو هنا مش هوستد، ما دام مش هوستد يبقى هاجي هنا وادي له ايه الارتفاع بتاعه، هو هنا مظبوط على 2000 بس ممكن تكون هنا الووتر مطفي فيه الاير تيرمينال، فاحطه هنا واقول له في بي الاير تيرمينال فعلا كانت مطفيه والدكت كان مطفي، فراح مفعلهم دلوقتي وبلغيهم بقى بعدين. اوكي خلاص الاير تيرمينال كده بقى ظاهر معايا. طيب انا لما بقف على الاير تيرمينال ديت عايزها زي بقيه الاير تيرمينال، عايز لما اجي هنا يبقى فيها كذا كذا تايب مش تايب واحد، وعايز لما اقف عليها يديني كونكتور ان انا اوصل بالدكتات، عايز اعمل الموضوعين دول عشان تبقى فعلا انا عامل اير تيرمينال حقيقي. طيب ازاي اعمل بقى موضوع كذا تايب؟ اجي هنا وهقول له انا عايز اعمل تايب جديد، هقول له كام في كام؟ هقول له انا عايز اعمل 600 والنك بتاعها 200، او ماشي خليها 200 مفيش مشكله، اقول له اوكي. وعايز اعمل واحده جديده 600 والنك بتاعها 300، وممكن نعمل واحده جديده برضو 400 خليها 200. اي فهم اللي انت عايز تعملها تبدا تكتب الاسامي اللي انت عايزها في الاسامي اللي فوق وابدا بقى اظبط. يعني هنا قلت له 400 يبقى كده اقول له ده خلي ده 400 وخلي ده 400
وده 200 وده 200، تمام. طيب لو جيت هنا قلت له ده 600 في 300، اخلي الاسم اللي فوق بيعبر عن اللي تحت، اقول له ابلاي اوكي، اقول له لود انت بروجكت، عامله في المشروع اوكي. اقف على الفاميلي، باجي هنا ابص الاقي بدات الحاجات اللي انا لسه عاملها جديده بدات ما ظهرت معايا في قلب المشروع، ابدا اغير زي ما انا عايز. واول حاجه ما اختار حاجه هي اوتوماتيك هتعدل هنا، يعني لو قلت له 600 في 300 هتلاقي الدوريه اللي في النص دي بدات تكبر شويه، تمام. طيب هدوس كنترول تاب عشان نرجع للفاميلي تاني، ماشي. طيب انا فتحت كذا حاجه قبل كده فاروح قافل ايه جاز يخف شويه. طيب دلوقتي احنا عملنا ديت، عايز اعمل حاجه كمان بقى ان انا ازود خاصيه مثلا، وليكن مثلا الفلو، اقول له اد بارامتر، اقول له انا عايز ازود خاصيه اسمها الفلو، كميه الهواء اللي ماشي معايا. طيب هل هو الفلو ده عباره عن كومون ولا عباره عن حاجه في التكييف؟ في التكييف عباره عن ايه؟ عباره عن الاير فلو. طب هيتحط في انهي جروب؟ هيتحط في الميكانيكال فلو. طب ده طيب ولا انستنس؟ لا ده انستنس. ليه انستنس؟ لان كميه الهواء هتختلف من اير تيرمينال لاير تيرمينال التانيه، ممكن نفس الاير تيرمينال بس واحده محطوطه في اوضه مهمه بتاعت المدير، واحده محطوطه في موظف زي حالاتي كده فمش مهم نحط له اي تكييف خلاص. فاقول له ايه اوكي تمام. فباجي بص كده فبلف في الميكانيكال فلو ظهر لي حاجه اسمها الفلو، ما دام قال لي ديفولت جنبيها بين قوسين يبقى اعرف ان دي انستنس، تمام. والقيمه بتاعته كذا. ممكن اجي هنا في دي الفورمولا ديت اروح قايل له بقى اكتب له متغير واضربه في متغير تاني، يعني هنا بكتب معادله، يعني ممكن اقول له ايه جيب لي الويت في الهاي، فهيعمل ايه؟ هشوف الويتس والهاي ويروح ايه ضاربهم في بعض ويجيب لي القيمه هنا، تمام. دي لو انت عايز تظبط ايه معادله معينه بحيث تجيب منها كميه الفلو، ممكن اقول له كميه الفلو الديفولت بتاعها ب 200، تمام، وتتغير بعد كده، سهل ان انت تعدلها في قلب المشروع، تمام. كل واحده من دول ممكن تظبط لها قيم مختلفه، يعني اجي هنا اقول له ده مثلا 100، ممكن اجي هنا اقول له ده خليها مثلا ب 500، تمام. دي شويه قيم بدانا نضيفها في قلب المشروع، هقول له ابلاي اوكي. طيب كده انا ضفت بعض المتغيرات، ممكن اضيف اي متغير تاني انا عايزه مفيش اي مشكله، هقول له اد بارامتر وابدا ازود اي بارامتر انا عايزه، ممكن تحط تكست عادي يبقى معلومه عاديه، تمام. طيب عايز ابدا ازود فكره الكونكتور، تمام. كونكتور ممكن نضيفه في اي حاجه في 3 دي او في سكشن او في اي حاجه مفيش اي مشكله. من كرييت بلاقي دي حاجه اسمها كونكتور، هل انت عايز تزود دكت ولا الكتريكال ولا كيبل تري ولا كوندت ولا بايب؟ اقول له مثلا عايز ازود دكت كونكتور، تمام. اول ما برم الشكل هو بيختار بيقول لي مثلا عايز دوت، فبدوس تاب بيجيب لي الشكل التاني، تمام. ممكن اقول له ورك بلان وابدا اختار انا بقى اي شكل انا عايزه، اقول له بيك بلان وراح مختار مثلا بيك بلان دوت، وما فيش اي مشكله، يعني عندي كذا طريقه ان انا اضيف بيها الشكل دوت. طيب هنا كاتب لي الويتس والهاي، انا عايز ايه اخلي الويتس دوت ما يبقى قد الشكل الصغير دوت، اجي على الويتس دوت الاقي علامه زائد اروح داس عليها واقول له اربطها لي بالويتس 1 اوكي، والهاي اربطها لي بالهاي 1. على فكره ما دام الاثنين قد بعض كنا ممكن نخلي ده نفس الاثنين نفس القيمه، تمام كده ارتبطوا ببعض. لو انا جيت هنا وغيرت اخترت بس 600 في 600 300 وقلت له ابلاي هتلاقي الكونكتور نفسه كبر، تمام. ونفس الكلام لو عايزين نضيف كهرباء او بلامنج او اي حاجه هاجي الكتريكال واروح ايه دايس هنا واقول تاب اروح مختار مثلا حط الكونكتور هنا. طيب لو انا عايز اعمل هنا زي فتحه هنا او اي حاجه تحط عليها كونكتور، يعني انا عايز مثلا ازود زي حته صغيره هنا ابدا احط عليها كونكتور، اول حاجه لازم اظبط الورك بلين، هو الورك بلين على طول بيشتغل في الحته اللي تحت، اقول له ورك بلين ست وروح قايل له بيك ابلان اوكي وروح مختار الشكل ده، كده يبقى انا هشتغل في الجزء اللي فوق. لو عايز اشوف اقول له شو، يبقى انا اللي انا هرسمه هيترسم على الجزء ده. في ال 3 دي بيبقى الموضوع متعب شويه فلازم اظبط الورك بلين عشان يترسم صح، واقول له اكستروشن وراح مثلا رسم دوريه مثلا هنا.
على سبيل المثال ماشي، وممكن بقى ايه تصغرها تكبرها، تكبر القيمة الرقم دوت، ممكن تغير القيمة منها على طول ماشي، وتيجي هنا كرييت وتروح مزود الكتريكال، الكتريكال اهي تمام. دي خلاص بقت عندي وصلة كهرباء في الاير تيرمينال. طبعا دي حاجة مش مظبوطة، بس بنشوف الفكرة بتاعتها تيجي ازاي. ونفس الفكرة بالبايب وكيبل تري، لو اي مكان عندك عايز تزود حاجة منهم بتروح قايل له كونكتور وتروح مزوده عادي تمام. طيب خلاص كده اقول له لود انت بروجكت الدارين، بيقول انت عايز تحمل حاجة اه ماشي. طيب هي اقول له انا عايز احط اير تيرمينال تمام، واروح حاططه مثلا هنا. طيب عايز ارسم ضغط، اقول له انا عايز ارسم ضغط باي مقاس انا عايزه، ده الضغط اهوت هوصل الاير تيرمينال دوت بالضغط دوت، اسحبها بس شويه كده عشان ايه يبقى في مسافه تتوصل، واقول له كونكت انتو. خلي بالك هو عارف ان دي اير تيرمينال وعارف انها توصل بضغط، هو بس بيقول لي مفيش مساحه كافيه ان انا احط الفيتنج تمام. طيب ممكن نكبر ان نرفع ده سنه او انزل ده سنه، اقول له ده مثلا خلي ده على 1500 واقول له كونكت انتو. تمام هي الرساله دي عباره عن ايه، بيقول لي الضغط اللي انت رسم دوت مش سبلاي، بينما الاير تيرمينال دي عباره عن سبلاي تمام. فهي بسيطه يعني، مجرد ان انا اختار وانا برسم الضغط اقول له خليه سبلاي ما فيش مشكله تمام. بس اهو خلاص كده بقى عندي الفاميلي شغاله معايا. وبنفس الطريقه دي تقدر ترسم اي حاجه الكتريكال نفس الخواص ديت، يعني مجرد تعمل ايه هتختار الحاجه اللي انت عايزها، واجي هنا واقول له انا عايز مثلا الكتريكال تمام، تختار الالكتريكال اكوبمنت مثلا اوكي تمام. وبعد كده هبدا احط الريفرنس بلان بتاعتي، وبعد كده ارسم الشكل بتاعي زي ما انا عايز. ممكن تكون مثلا عايز ترسم مستطيل، عايز ترسم حاجات ادفانس شويه. وبعد كده هبدا احط الدايمنشن بحيث ابدا اظبط تكبر تصغر معايا، هدخل هنا وابدا اعمل كذا تايب بحيث ابدا اتحكم فيه. يبقى عندي مثلا تايب 600 في 300، اي تايب ممكن تسمي اي اسامي انت عايزها. بعد كده زود برامتر زي ما انت عايز، شوف المشروع بتاعك ايه الحاجات اللي انت محتاجها. يعني الاير تيرمينال ممكن تكون محتاجه مثلا بارامتر غير كميه الهواء، ممكن تكون محتاجه مثلا ايه تاني الشركه اللي مصنعاها، ممكن تكون محتاجه اي بارامتر عايز تحطها حطها مفيش اي مشكله خالص ماشي. وبعد كده ابدا احط الكونكتور. يبقى انت كده خلصت اي فاميلي انت عايزها موجوده في الدنيا، ممكن تعملها بنفس الطريقه. اخر حاجه هاجي هنا، ممكن لو انت عايز تزود اي حاجه بقى 2D زي اشكال الاسهم، اقول له موديل لاين وابدا ارسم شكل اسهم. تبدا ترسم اي شكل انت عايزه، مفيش اي حاجه، ارسم كل اللي انت عايزه ماشي. بلا عندي حاجه اسمها كنترول. كنترول دي ايه؟ ده بيديني مثلا ان انا اقول له ايه اللي زي الباب، ان انا بقول له مثلا لف يمين لف شمال. باجي هنا واقول له ايه راح احط هنا مثلا، ده كده اول ما احط ادوس على السهم ده يقلب لي الفاميلي دي يمين ويقلب لي شمال يمين وشمال تمام، زي ما كان موجود في الباب. يعني لو انت بصيت للباب لو انت بصيت لاي باب بتلاقي نفس الكنترول دي موجوده، ان انا ادوس عليه يروح الناحيه التانيه تمام، يعني يطلع يمين او شمال زي ما انت عايز تمام. دي فكره الكنترول تمام. اشوف لو حد عنده اسئله في الجزء اللي فات.
هو الوصلة إن شاء الله المهندس أحمد حطها هيت إن شاء الله. طيب، حد عنده أسئلة في موضوع الفاميلي؟ لو حد عنده أسئلة أو أي حاجة مش واضحة، باشمهندس هيبة ممكن تخش بس على الصفحة بتاعت ملتقى الدارين ريفت ام اي بي، هتلاقي كل الوصلات إن شاء الله شغالة بإذن الله. طيب، حد عنده أسئلة في المحاضرة في الجزء بتاع الفاميلي أو أي جزء تاني؟ في حد عنده أسئلة طيب في الجزء اللي فات؟ بسم الله ما شاء الله، ما فيش أي أسئلة خالص؟ يعني اسال انا ولا ايه؟ عشان بس قبل ما نكمل، حد عنده اسئله في اللي فات؟ طيب، على العموم كان في ناس طلبت ان انا اكرر موضوع الفلتر تاني، الفلتر اللي هو في الفي بي، فهنتكلم فيه ان شاء الله. ولو حد عنده اسئله في اللي فات يا ريت تكتبها بحيث نجاوب عليها، يعني قدر الامكان ميزه الموضوع اللايف في الاسئله. تمام، هو انا قلت ان انا ان شاء الله هشرح المشروع، الحمد لله في جزء منه سجل فيديو وهبدا ارفعه باذن الله، يعني الواير الشرح والووتر سبلاي هرفعه باذن الله ان شاء الله على ملتقى الدارين برضه. طيب معلش، ايش السكرين شير ظهر عندكم؟ الشاشة ظهر عندكم ولا مش ظاهرة؟ مش ظاهرة، ماشي. اشارة تاني سكرين، طيب كان المفروض ان شاء الله ظاهرة عندكم بإذن الله. تمام، طيب كان في حد طلب ان احنا نكرر موضوع ازاي اخلي اعمل فلتر للشغل بتاعي. يعني انا عندي دلوقتي حاجات مرسومه سواء كهرباء او تكييف او بلامنج، عايز اخلي حاجات تظهر وحاجات ما تظهرش، حاجات بلون وحاجات مش لون. الفي في الجزء الاولاني دوت بيديني تحكم في كله، يعني اقول له ايه، ما تظهرليش البايب او اظهر لي البايب او ضروري بلون كذا، فبيعملوا في المشروع كله، ما بيعملوش في جزء دون جزء. يعني لو جيت قلت له ايه، اخفي لي البايب وقلت له ابلاي، تمام، هلاقي البايب كلها اختفت. لا، ده انا عايز بايب معينه هي اللي تختفي وبايب هي اللي تظهر. يعني ممكن يكون انا راسم بايب للتكييف ومش عايز تظهر في الشغل الصحي، او راسم شغل صرف مش عايز يظهر مع الوتر سبلاي او العكس. تمام، فبعمل ايه، بلاقي عندي حاجه اسمها فلتر. الفلتر ده عباره عن ايه، عبارة عن في في بتاعت الموديل، بس ببدأ أحط لها شوية شروط، بقول له إيه، بلاقي في حاجات جاهزة. تمام، هنعمل إيه إحنا مع بعض؟ هقول له لا أنا عايز حاجة جديدة، أقول له أنا عايز أجي هنا أقول له إيه نيو، أقول له كولد ووتر، أقول له أوكي. طيب الكولد ووتر بيقول لي الفلتر ده عايزه يبقى مختص بإيه؟ يعني ممكن لما تختار كولد ووتر التأثير بتاعه هيظهر مع ايه؟ يظهر مع البلامنج ولا يظهر مع الكهرباء ولا يظهر مع ايه؟ يعني ممكن اقول له بايب بس، يبقى كده الخاصية دي هتأثر على البايب بس. ممكن اقول لا، الخاصية دي اللي هي اللون دي عايزها تبقى في البايب والبايب فيتنج، تمام، يعني تظهر في الاتنين، في البايب او البايب فيتنج، لو فيهم الخاصية ديت اللي انا احددها تشتغل. طيب بيقول لي انت عايز تفلتر بايه؟ اقول له مثلا بالسيستم تايب او سيستم كلاسيفيكيشن، اي واحده فيهم. تمام، اجي هنا ابص على الاختيارات، بلاقي عندي دوميستيك كولد ووتر ودوميستيك هوت ووتر، اقول له دوميستيك كولد ووتر، واعمل واحد كمان اسميه ايه، هوت ووتر.
ده اسم، الاسم ده مش فارقه، ممكن اسميه عمر، احمد، مصطفى، مفيش اي مشكله خالص. تمام، هنا ببدا اختار الخواص اللي هتمشي معايا، ممكن اختار كل حاجه، بس ساعتها لما اجي في فلتر مش هلاقي مديني اختيارات كتير. ليه؟ لان هو بيدور على الحاجات المشتركه. اجي هنا اقول له في البايب، والبايب فيتنج، تمام، واختار نفس الحاجه اللي اخترتها في كولد ووتر، لان هما الاثنين شغالين مع بعض، سيستم كلاسيفيكيشن، سيستم كلاسيفيكيشن، واقول له دي اختارها لي هوت ووتر. ليه؟ لان ممكن تكون سيستم كلاسيفيكيشن مش هي اياها اللي موجوده في السيستم تايب، فهتحصل له مشكله، تمام، هتلاقي الاثنين ظهروا مع بعض او اختفوا مع بعض، فانا عايز افرق بينهم. اقول له ايه؟ اوكي. طيب هنا بقى بيقول لي انت عايز ايه الحاجه اللي تاخدها معاك، اقول له الكولد ووتر والهوت ووتر، هم دول الخاصيتين اللي عايزهم ينزلوا معايا. اقول له اوكي، بدأوا يظهروا معايا. بيقول لي عايزهم يظهروا ولا مش عايزهم يظهروا؟ طيب نجرب، هشيل علامة الهوت ووتر واقول له ايه؟ ابلاي. ايه اللي حصل؟ الكولد ووتر ظهر معايا والهوت ووتر بيظهر معايا. طب انا عايزهم هما الاتنين يظهروا، وعايز اللاين اختار لون تاني، الكولد ووتر هقول له خليه لون ازرق. اوكي. طب الهوت ووتر اختار لون احمر. ممكن اختار يعني اخليه تخين شويه مثلا، اوكي، تمام، وممكن اخليه شفاف شويه، ادي له درجه من الشفافيه زي ما انا عايز، تمام. طب اقول له اوكي، هلاقي فعلا الموضوع ببساطه خالص اتعامل معايا. الحاجه اللي فيها خاصيه الكولد ووتر بقت ازرق، والحاجه اللي فيها الهوت ووتر بقت لونها احمر، تمام. هتلاقي الموضوع يعني ان شاء الله مفيش اي مشاكل خالص. تمام، دي فكرة البي بي اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت. باجي هنا في فلتر وابدأ اظبط الفلاتر بتاعتي، ممكن اقول له انا عايز واحدة كمان مثلا الداكت سبلاي نيو، واقول له داكت سبلاي، وراح مختار الداكت، ممكن اختار داكت سيستم، ممكن اختار، ممكن تختار كل اللي انت عايزه، ما فيش اي مشكلة خالص. تمام، انت تبدا تشوف ايه الحاجه اللي انت محتاجها، واقول له هنا انا عايز لها مثلا بالتايب النيم. هل التايب نيم في عندي داك سبلاي؟ لا، ما فيش موجود، مش بالتايب نيم. طيب بيبقى بالسيستم تايب. ظهرت معايا بالسيستم تايب، اقول له سبلاي اير. اوكي، داك سبلاي، وابدا اظبط لون معين، يعني اقول له مثلا داك سبلاي ده خليه لون كذا، والريترن بلون كذا، والسوست بلون كذا، ابدا اظبط الالوان بتاعتهم. اوكي، وابدا اشتغل عادي. تمام، فده بالنسبه للفلاتر. كان في ناس ايه طلبت انها تتعاد تاني. ماشي، طيب لحد دلوقتي في اي حد عنده اي سؤال في اي حاجه؟ حد في مثلا في الجزء في الشرح اللي فات، في اكيد طبعا حاجات ما كانتش واضحه، نوضحها تاني او نقولها تاني. طيب هبص كده مع بعض سريعا على بعض الحاجات كده في كوم سيستم. هو تقريبا خدنا يعني نقدر نقول كل الحاجات اللي هنا. تمام، في بس في بعض الحاجات كده هقولها. يعني مثلا باجي هنا بلاقي زرار اللي تحت ده حاجة اسمها ميكانيكال سيتنج. ايه الميكانيكال سيتنج دوت؟ ده هنا اول ما بدوس عليه بيديني شوية خصائص ان انا اظبط الحاجات ازاي. من اول حاجة هنا بلاقي حاجة اسمها هيد اللاين. يعني ايه هيد اللاين؟ يعني بيقول لي لو في ضغطين فوق بعض، او في ضغطين فوق بعض او بايب فوق بعض. تمام، يعني لو عندي ضغط دوت وارسم ضغط تاني بس على ارتفاع مختلف تماما، تمام، شايف ايه اللي حصل؟ خلى في واحد فيهم مخفي. تمام، يعني لو جيت هنا بلاقي عندي حاجه اسمها درو ميب هيدن، يعني خليه هيدن شويه. طب لو شلتها كده وقلت له اوكي، تمام، هتلاقي ايه؟ لو انا هتلاقي ان واحد فيهم اخفى التاني خالص. تمام، طيب لو جيت هنا وعلمت عليه هتلاقيه هيرسم لي الضغط اللي هو اللي تحت اللي هو مخفي شويه، هيرسمه هيدن لاين.
زي ما انت شايف، وبدأ يعمل فجوة هنا وفجوة هنا. الفجوة ديت بلاقي عندي حاجة اسمها انسايد جاب، يعني فجوة داخلية اللي هي دي معمولة 1.6. طب لو غيرتها وخليتها مثلا ايه، مثلا خليتها 6 من 10 بس، شوفها كده مع بعض. الخط اللي شاف الفجوة اللي جوه دي بدأت تصغر، تمام. يبقى احنا كده لو جينا نحلل الجزء بتاع هيد اللاين دوت، لما بعلم صح الضغط اللي تحت بيبدأ يظهر كخط هيدن لاين، لو شلتها ما بيظهرش خالص، يبقى الضغط اللي فوق بيغطي الضغط اللي تحت. اللي بعد كده لاين ستايل بيقول لي انت عايز يظهر بأنهي شكل، يعني ممكن الخط اللي تحت دوت اخليه يظهر بشكل هيدن او هاتش، اقول له هيدن لاين مثلا، اوكي بدأ يظهر بشكل خط هيدن، تمام. لو الخط كبر شوية هتبدأ بقى تظهر خط مسافة نقطة، خط مسافة نقطة كده، تمام. التهشير بتاعه هيبدأ يظهر. طيب الاوتسايد جاب اللي هو الشكل اللي بره دوت، ممكن اقول له ايه، خلي ده بوينت 6 وخلي لي السنجل لاين مثلا بوينت 6، اقول له اوكي. بص الشكل اللي بره برضه بدأ يقرب، بقى المسافة بينهم صغيرة، كل ما بصغر كل ما الشكل ايه يقرب من بعض. ده بالنسبة ايه للهيد اللاين. الهيد اللاين دوت مشترك بين الضغطات والبايب، مشترك بين الضغطات والبايب. فلو انا شغلت تكييف وهغير فيها لازم استاذن من بتاع البلامنج، والبلامنج لازم يستاذن مني، نتفق على ارقام مشتركه لان دي هتاثر عندي وتاثر عنده. الدكت سيتنج بيبدا يديني شويه حاجات زي ايه، زي مثلا الريكتانجل دكت، عايز تحط المسافه اللي بينهم هتبقى ايه، مثلا علامه في، ممكن تكون انت عايز تعملها اكس مثلا، تمام. ممكن تكون انت عايز تعملها اكس صغيره، ممكن تكون عايز تعملها علامه الفي ديت علامه زائد، اللي هي مثلا 600 في 600 هتبقى المسافه بينهم ايه بالشكل دوت. طيب بعد ما بتخلص خالص عايز تكتب ايه، يعني عايز بعد ما تخلص خالص هقول له مثلا ام ام، فبعد ما يكتب 600 في 600 هكتب ام ام مثلا، ده مثال، تمام. طيب الراوند ضغط، عايز قبل ما يكتب الراوند يكتب انهي رمز، ماشي. وعايز لما يخلص، يعني هو هنا بعد ما يخلص الراوند هيكتب الرمز ده، ممكن اخلي الرمز ده في الاول، دي مجرد اختيارات ليا. انت لو انت عايز تغير فيها غير، مش عايز وشايف انها كويسه اشتغل عليها. الاوفر انا ما بحبش الاوفر خالص لان احنا ما بنشتغلش بيه، فاول ما بلاقي اوفر لازم الغيه، تمام. هنا بيقول لي لو انا عندي في رايزر او في دروب بيبقى الانوتيشن ماسه قد ايه، شوف انت بقى عايز تخلي الانوتيشن دي، تمام. عندي هنا حاجه اسمها كونفرجن، ده لو انا عندي الشكل اللي كنت راسمه ضغط بليس هولدر وعايز احوله لضغط، فبيقول لي هيبقى الالبو انجل قد ايه، المين هيبقى انهي مين، تمام. البرانشات هتبقى انهي برانشات، تمام. تبدا انت بقى تشوف هتختار انهي نوع، هتختار الاكس قد ايه، الفليكسيبل اقصى حد الفليكسيبل قد ايه. طبعا 1800 كتير، كل شركه طبعا بيبقى فيه يقول لك الماكسيمم فليكسيبل بتاعنا كذا، في ناس بتشتغل 750، في ناس بتشتغل 1200، في ناس بتشتغل 1500، زي ما الشركة عندك شغالة. الريكتانجل ممكن تزود سايز لو انت عايز، يعني مثلا عندي ممكن اقول له ضغط وراح مزود مثلا عندي هنا 6 بوصة، ممكن ازود اي مسة عايزه، اقول له مثلا 6 بوصة، تمام اوكي ماشي. عايز تلغي حاجة ممكن تدوس هنا وتقول له ايه ديليت، تمام. ممكن تشيل علامة صح هنا، ده في السايز ليست، يعني لما اقول له ايه السايز ليست ده، لما اقول له نرسم ضغط بيبدا يظهر لي اهي دي السايز ليست، تبدا تختار منها، تمام. طبعا 3 بوصه مش حد بيشغل 3 بوصه فممكن انت تشيلها، تمام. هاجي هنا واقول له الريكتانجل هشيل 3 بوصه مثلا ديليت، تمام. لو انت عايز تشيلها من السايز ليست بس تبقى موجوده في الحسابات في السايزنج، ممكن تشيلها من هنا، تشيل عامل صح بس من هنا. لو انت عايز موجوده في السايز ليست بس مش موجوده في السايزنج، شيل العامل الصح من هنا، تمام. والاوفل طبعا الاوفل ما حدش بيشغل اوفل، قدر الامكان شيل الاوفل ده عشان ما يلوثقش، يعني لو تعرف اي في التمبليت اي حاجه خاصه بالاوفل تشيلها شيلها. الراوند برضه نفس الفكره، ممكن تزود سايز تلغي سايز تخليه في السايز ليست بس ما تخلوش في السايزنج، تمام. البايب سيتنج اهيت نفس الخصائص اللي موجوده في الدوك سيتنج، نفس الخصائص البايب كونكتور، البايب رايزر دروب،
الباي فيتنج انوتيشن سايز هيبقى قد ايه برضه، دي نفس الحاجات. هنا عندي بقى ايه، انا عندي لما بيبقى عندي سايز 15 بيبقى قطر الداخلي قد ايه وقطر الخارجي قد ايه، ده في الستيل. طيب عندي كذا نوع، ببدأ اشوف كل نوع، والحاجات دي ستاندرد، بس لو انت عايز تعدل فيها لك ان انت تعدل فيها تمام. يعني دي حاجات ستاندرد، بس اقدر احنا مصريين اختراعات عملنا حاجه جديده، فممكن ان انا اعدل في الجداول دي، بس الجداول دي جايه من الشركات المفروض ان هي مظبوطه. ده كميه الفلويد لو عايز تعدل برضو فيه، الاسلوب ممكن لو عايز تزود اسلوب جديد او تلغي اسلوب من الموجودين تمام. ده بالنسبه للميكانيكال سيتنج، انت تحتاج ان انت تظبطها مره واحده باعدادات الشركه اللي الشركه متعوده عليه وخلاص على كده. برضو الكتريكال بلاقي فيها حاجه اسمها الكتريكال سيتنج، هنا بيبقى اختار ام اس، هنا الكتريكال اي اس، بدوس هنا وبقول له هيد اللاين، بلاقي نفس الاختيارات لو حاجه فوق حاجه تمام. لو في الكتريكال كونكتور هتخلي الرمز بتاع ايه، السيركت نيمد باي فيس، الايه هتسميها ايه، في ناس بتسميها اسامي تانية غير الاي والبي والسي. شوف انت الاختيارات اللي عندك في الشركه ايه واكتب عادي، يعني انت عايز تسميها اكس واي زد زي ما انت عايز، كل شركه بيبقى لها اختيارات تمام. الوايرنج من الحاجات اللي ما كانتش موجوده وحملتها في فاميلي من حاجه تانية، حاجه اسمها هوت واير تيكت تيك مارك تمام، دي حملتها من مشروع تاني وبدات تظهر معايا، بس جيت هنا في الشو تيك ماركت وقلت له اظهرها اولوز تمام. لو انت عايز تشوف الشكل بتاعها خلينا نشوف الكتريكال، باجي هنا بلاقي اهي، بلاقي ان هو بيرسم لي مثلا دي فيها وصله ارضي، فيها وصله كذا، ممكن ازود زي ما انا عايز تمام. فالوصله دي ما كانتش موجوده المره اللي فاتت لما كنا بنشرح، وحملتها من مشروع تاني، عملت الفاميلي من مشروع تاني فاشتغلت معايا. ممكن تحمل الموقع بتاع اوتوديسك تمام. طيب ده هنا الوايرنج تايب اللي موجود في المشروع تمام، تقدر تشغل بيه وتختار منه. الفولت لو انت عندك فولت تاني بتزود الفولت، بقول له انا عندي مثلا فولت 230، القيمه بتاعته 230، ده مجرد اسم. المينيموم مثلا 210، هنا مثلا 250 تمام. ممكن يعني اي فولتات انت عايز تزودها بتزود الفولتات اللي انت عايزها. ديستريبيوشن سيستم، ببدا احط ديستريبيوشن سيستم، اقول له مثلا خد من خليه مثلا 3 فيس، واقول له الواير عندي 4، واقول له مثلا اللو فولتج بتاعي مثلا 230، واللي اللي عندي مثلا 480 تمام. يبقى ده هيبقى اسمه ايه، 480 في على 230. يبقى انا كده ظبطت الديستريبيوشن سيستم، لما اجي احط اي مكنه هروح اربطها بالديستريبيوشن سيستم معين عشان الشغل بتاعي يبقى ماشي مظبوط. ده الكيبورد تري سيتنج نفس الخطوات برضه. الرايزر دروب بشوف السايز بتاعه هيبقى قد ايه، احنا ممكن نختار شكل دي بالنسبه للاي اس تمام. ممكن نظبط برضه شكل الدروب بان انا اجي هنا في الدكت مثلا، اجي ابص على الدكتات، الاقي هنا عندي مثلا اكسوست، اجي هنا اقول له وريني التايب بروبرتيز بتاعتك، الخصائص بتاعتك، بلاقي دي الرايزر دروب سيمبل، بروح مختار شكل ليه. يعني ممكن اقول له دروب، الدروب بتاعك يبقى عباره عن خط، وخط صغير قاطع معايا نص خط مثلا، او ممكن اقول له لا ده بالشكل ده او بالشكل دوت. تبدا كل واحده فيها تظبطها حسب الشغل بتاعك تمام. كل شركه بيبقى ليها يعني السبلاي بيبقى خطين مثلا متقاطعين، ممكن الشركه تقول لك لا انا عايز خطين متقاطعين كروس، واحده فيهم تبقى مليانه من الناحيه دي بالشكل ده كروس فيلد. فانت بتظبط الخصائص حسب موجوده في الشركه معاك تمام. لو هي يعني حاجه ما ينفعش تتغير ما كانوش حطوا ان انا اغير فيها واظبطها زي ما انا عايز من قلب الشركه من قلب البرنامج تمام. طيب كده احنا غطينا الجزء بتاع السيستم. المانج ده عباره عن ايه، ببدا اظبط الاعداد بتاعتي، ودي الاهم حاجه اللي احنا بنظبطها في التمبليت. يعني اهم حاجه بظبطها في التمبليت مش ان انا بقعد اخش في الاستراكشر ولا في الانوتيشن، يعني قليل، انما اخطر حاجه بظبطها هي قائمه المانج. المانج اهم حاجه فيها
بالنسبه للطباعه اللي هي اوبجكت ستايل، اوبجكت ستايل دي باجي فيها وابدا اقول له الاير تيرمينال هيبقى التخانه بتاعتها قد كده، واللاين كولر بتاعها قد كده، واللاين باترن بتاعها قد كده، تمام. مثلا لو انا عايز خفيفه اقول له واحد، لو عايزها تبقى اتقل ابدا اكبر في الرقم بتاعي، تمام. ده بالنسبه للموديل اوبجكت في الانوتيشن. برضو ابدا اشوف مثلا التاج، هل التاج انا عايزه خفيف ولا تقيل، لو عايز اتقله اروح متقل الرقم وابدا اشوف اللاين كولر. الاوبجكت ستايل بيأثر في المشروع كله، بس لو حاجه معموله في الفي بي يبقى الفي بي هي اللي بتاخد اقوى، يعني الفي بي درجتها اعلى. يعني لو انا مظبط الاير تيرمينال في الاوبجكت ستايل في الفي بي، الفي بي بتبقى خاصه بالبلان ده بس، فبتبقى اعلى من ان انا اخصص حاجه كامله للمشروع كله، بيبقى نوع من التخصيص يعني، تمام. طيب بلاقي عندي بعد كده حاجه اسمها سنابس. سنابس دي اللي هي التجاذب اللي هي كانت موجوده في الاوتوكاد، يعني ممكن اقول له ايه، انا عايزك لما ارسم حاجه تبقى اند بوينت، ميد بوينت، النيرست. ممكن وانا برسم، يعني ممكن لو انا برسم حاجه ماشي، تمام، ادوس كليك يمين بلاقي عندي حاجه اسمها سناب، راح قايل له انا عايزها ايه، من الاند بوينت، عايزها من الميد بوينت. مجرد بس بدوس كليك يمين واقول له سناب واقول له ايه ده، انا عايزها مثلا من الميد بوينت، يبدا ايه يعمل لي تجاذب ايه من الميد بوينت، تمام. ده بالنسبه للتجاذب ماشي. هنا الدايمنشن لو انا بعمل سناب حسب الزوم اللي انا عامله، لو انا عامل زوم مقرب قوي هشتغل بالخمسة، لو انا بعد شوية 20، لو انا بعد قوي 100، لو انا بعد قوي هيبقى 1000، تمام. ممكن اطفي السناب، ممكن احفظ الاختصارات ديت. الاختصارات دي سهلة قوي، يعني اس اي اللي هي ايه، سناب اند بوينت، سناب ميد بوينت، سناب نيرست. فالاختصارات هنا مش صعب ان انت تحفظها. بعد كده باجي على بروجكت انفورميشن. بروجكت انفورميشن ديت ببدا ادخل بيانات المشروع بتاعي، اسم المنظمه بتاعتي ايه، البوست بتاعها ايه، البيلدنج نيم. الكتابات اللي انا بكتبها هنا على طول بتظهر في الباندا، فمجرد ان انا اكتبها هنا البروجكت نيم ده بكتبه بيظهر على طول في كل الباندات. انرجي سيتنج هبدا ادخل البيانات اللي هتخدمني في عمل حسابات تكييف، يعني اقول له ده مثلا المبنى ده عباره عن متحف، عباره عن فندق، عباره عن تاون هول، اي حاجه انا عايز ابدا اظبطها بظبطها برضو ايه من هنا، تمام. اللوكيشن ببدا اظبط المكان بتاعي. جراوند بلين، اني دور هو دور الجراوند، ممكن تكون انت مثلا عندك 2 بيزمنت فبتختار الدور الثالث. اكسبورت كاتيجوري، هل انت هتعمل بالروم ولا بالسبيس؟ خليها بالروم اسهل، بدل ما نعمل السبيس تاني خليها بالروم. بعد كده خصصت الانرجي، الكور اوفس قد ايه، التارجت ستيل هاي، تبدا تظبط الخصائص كانك انت شغال على برنامج الهاب، مجرد بس بتدخل البيانات الخاصه بالمشروع بتاعك. الجيفاك سيستم، هل انت السيستم ده شغال بالبي بي ولا بالتشيلر ولا بالفان كويل يونت، ولا يعني تبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت شغال بيها في المشروع ده، تمام. مجرد ان انت بتدخل الحاجات ديت هو اوتوماتيك بقى بيبدا ايه يستغلها اثناء ما انت شغال في المشروع. بروجكت برامتر، ده هنا بيجيب لي البرامتر بتاعت المشروع، يعني لاحظ السب ديسبلين ده عباره عن برامتر. سب ديسبلين اللي هو بيقول لي ان الفيو دوت بلامنج ولا ووتر ولا فاير ولا ايه بالظبط. سب ديسبلين عباره عن برامتر، لو مش موجود، لو هو مش موجود بقول له اد، ممكن اقول له مثلا ديس سب ديسبلين، ودي فعلا ما كانتش موجوده وشرحناها في دي سب ديسبلين، تمام. اقول له مثلا ده عباره عن ايه، ده عباره عن حاجه خاصه بالفيوهات، يبقى انا هاجي هنا في الفيو واروح احطها في الفيو، ممكن كمان احطها ايه في الشيت، تمام. هو عباره عن كومن ولا تكييف ولا ايه، هو عباره عن كومن. طب هو طول ولا تكست؟ لا تكست عادي خالص. هتحطه في انا جروب، ممكن احطه ايه في الجرافيكس او احطه في الجنرال، او غالبا في الجرافيكس. يبقى انا عندي حاجه اسمها سب ديسبلين مرتبطه بالفيو، او ممكن بقى اظبط عن طريقها ابدا اعمل له فلتر، ابدا انظمهم عن طريق سب ديسبلين، تمام. فدي طريقه من ضمن الطرق اللي انا ببدا اضيف برامتر. ممكن اضيف برامتر للروم مثلا، اقول له الروم دي مثلا هتاخد كميه تكييف قد ايه، ممكن اضيفها لللايتنج، اي برامتر انا عايز اضيفها لاي حاجه بضيفها من هنا، ده اسمها بروجكت برامتر، تمام. ده البروجكت يونت،
ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ان انا ببدا اظبط البروجكت يونت بتاعتي، الوحدات اللي انا شغال بيها في المشروع. شيرد برامتر ده ملف بيبقى خارجي مشترك بين المشاريع كلها، تمام. هو عباره عن ملف تكست عادي بحط فيه البرامتر اللي انا ممكن اشتغل بيها في المشروع، ماشي. ده ترانسفير بروجكت ستاندرد، ده لو انا عندي مشروع تاني ممكن اسحب منه كل المعلومات الخاصه بيا. يعني ممكن يكون انا فاتح مشروعين فاقول له اسحب لي، تمام، اسحب لي كل المعلومات الخاصه بيا، يعني ارتفاعات الكتابات، الاعدادات بتاعتي، التكست تايب، الستانس سيتنج، بدل ما ادخلها تاني الواير ماتيريال، بدل ما ادخلها تاني لا بروح سحبها من مشروع المشروع من ايه، من الترانسفير بروجكت ستاندرد، تمام. وممكن لو انا عايز اسحب، عايز اسحب ايه، عايز اسحب سكادولات، يعني سكادولات اتعملت في مشروع عايز اسحبها في مشروع تاني، مش هجيبها بقى من هنا، لا دي بقى بجيبها من انسيرت، تمام. بلاقي عندي حاجة هنا، اللهم ذكر نسيت، انسيرت فروم فايل، بقول له انسيرت فيو فروم فايل، بسحب السكادولات من هنا بالمرة، عشان احنا اتكلمنا على السكادولات النهاردة. بروح مختار الملف الريفت اللي انا عايزه، بس في ملحوظة، حاول تختاره يكون نفس الاصدار، يعني 2013، لانه 2012 هياخد فترة على لما يعمل له ابجريد، ممكن تاخد له ساعة ونص مثلا، تمام. فحاول تختار حاجة تكون على نفس الاصدار بتاعك، وليكن مثلا دوت، اقول له اوبن، هيبدأ يفحص ويبدأ يشوف الاسكادولات الموجودة هنا ويبدأ يجيبها لي. فدي تبقى صراحة سهلة، بدل ما نبدأ الاسكادولات من اول جديد، ده انا بسحبها، هو اوتوماتيك بياخد المعلومات اللي عندي في المشروع ويبدأ ايه، يملى بيها الاسكادولات. تمام، بيجيب لي ايه الاسكادولات، فانا ببدا اشوف ايه الاسكادولات اللي انا عايزها، وعندي ريبورت، لو انا عايز اخد الريبورت اهو، باخد كل الاسكادولات ديت واقول له اوكي، خلاص الاسكادولات دي بقى بتبدا تظهر معايا في قلب البروجكت براوزر. بيقول لي في واحد موجود بنفس الاسم، طيب ممكن قبل ما اخد الملف دوت اغير اسمه بحيث ان هو يجي معايا، تمام، او بدا يقرا الاوض بتاعتي وبدا يقرا كل حاجه عندي، تمام. الاسكادولات اهيت، بدا يقرا البايب بتاعت المشروع دوت، تمام. طيب نرجع تاني للكلاينت مانج، كان في ناس طلبت ان احنا نتكلم فيها شويه، تمام. ده الاستراكشر سيتنج طبعا ما نرجع بيه خالص، عشان امر بيرج من الاوامر اللي بحصدر من استخدامها، امر بيرج لو استخدمته بيلغي لي كل الفاميلي اللي انا ما اشتغلتش بيها، لو في فاميلي فيها كذا تايب وانا اشتغلت بتايب واثنين وسبت التالت هيلغي التايب التالت، فما استخدمهاش غير في ملف اكون انا واخده على جنب، واخد منه نسخه على جنب عشان ابعته، تمام. فبستخدم امر بيرج، امر بيرج ما استخدموش وانا شغال في المشروع، بستخدمه لما اكون خلصت المشروع خلاص وهسيبه خالص، تمام. ده الميكانيكال سيتنج والالكتريكال سيتنج اللي احنا لسه متكلمين فيهم من شويه، تمام. طيب بعد كده بلاقي ده لو انا عايز اعدل في شكل الاسكادولات بتاعه الكهرباء، تمام، التمبليت بتاع الكهرباء اللي انا لو انا عايز اجيبها بقول له انالايز، ده انا عايز اعمل جداول كهرباء، باجي هنا بقول له اسكادولات كوانتيست الحاجه بتاع الكهرباء، ثانيه واحده، اسكادولات لو انا عايز اعمل اسكادولات كهرباء، ممكن اكون لغتها ماشي، ده السبيس، ده الهيتنج اند كولينج، طيب ماشي.
سيستم الكتريكال. ماشي، اجي هنا من قائمة مانج، ده المانج تمبليت. لو انا عايز اظبط تمبليت للشغل بتاعي، بقول له مثلا ده انا عايز اللغة البرانش تايب، ممكن احط فيه مثلا صف او صفين او ثلاثة او وان كولوم زي ما انا عايز. ابلاي تمبليت، هبدأ اظبط التمبليت بتاعي، هيكون متفقعش معايا لان انا لسه ما ظبطتش السيستم في المشروع ده، السيستم ما ظبطش، فبدأ ما لسه ما ادانيش ان انا اعمل تمبليت. ابدا تمبليت، اوكي، ابدا اظبط شكل التمبليت بتاعي. هو عامله زي الاكسل، مجرد هقول له انا عايز مثلا ازود خانه هنا، زود اللي انت عايزه، ممكن تشيل الخانه زي ما انت عايز، تقف عليها وتشيلها، ديليت، ديليت كولوم، ديليت رو، عايز تدمج اتنين مع بعض، عايز تحط صوره. هنا بقى بلاقي الاعدادات كلها بتاعت المشروع. يعني انا بقول بلاقي حاجه اسمها مثلا في الباترن، ده الهاتش بتاعي، ممكن اجي هنا واقول له اديت واعدل في الهاتش زي ما انا عايز. يعني ممكن اقول له مثلا خلي الهاتش دوت اعدل اي شكل ليه، تمام، اقول له بورت وراح معدل لو في عندي باترن جاهز، موديل اديت، ممكن اقول له مثلا خلي الزاويه بتاعتي مثلا 45، خلي المسافة بينهم مثلا 50، تبدأ تظهر معايا بالشكل دوت. فأبدأ أظبط الشكل الباترن عندي في المشروع، ممكن أعمل باترن جديد، ممكن أضيف أشيل، بتحكم أنا في كل حاجة خاصة بالباترن، الماتيريال، الأنالايز، الأنالايز ديسبلاي ستايل لو عايز تعدل فيه، ممكن تعدل اللون بتاعه، ممكن تقول له شو جريد لاين. انا ببدا الكتابات بتاعتي، ارتفاعات الكتابه، الاصدارات بتاعت الشيب بتاعي، اللاين ستايل. يعني نبص على اللاين ستايل دي كلها، لاين ستايل مثلا انا عندي لاين ستايل مثلا اللي هو بتاع الميكانيكال اهو، تمام، الميكانيكال هي دي، ممكن اقول له لا خلوه لي تقيل شويه، خلي لونه ازرق، تمام، وخلي الباترن بتاعه بالشكل دوت. طيب خلينا نرسم كده خط ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. عشان نرسم حاجة خطوط، بقول له انوتيت ديس اللاين، وباجي من اللاين ستايل هنا ببدأ اختار، اقول له مثلا ايه ميكانيكال هيدن، وابدأ ارسم الخط بتاعي. بلاقي الخط هو بدأ يتعمل هاتش، وبدأ يبقى لونه ازرق فعلا، وبدأ يبقى تقيل سنة صغيرة، لأن أنا مختار اتنين، لو اخترت رقم كبير هتلاقي الخط بقى تقيل جامد يعني. ماشي، أجي من قائمة مانج هنا وراح اختار مثلا لاين ويت، دي المفروض إن الجزء ده مغيرش فيه لأن هو ستاندرد، تمام. ده بيقول لي مثلا لو أنت هتشتغل واحد لمية، تمام، واحد لمية، وعايز تخانة اللون مثلا واحد، هتبقى بكذا. ببدأ أظبط إيه، مش بظبط، ببدأ بعرفها ان مثلا الواحد دوت هيبقى سمك، السمك بتاعها كذا، الاثنين هيبقى السمك بتاعها كذا، تمام. ده الموديل لاين ويت، مجرد بس ايه، ممكن تتبع الورقه دي وتحتفظ بيها تبقى معاك، ان انا لو اطبع واحد ل 100 يبقى السمك بتاعها كذا، اطبع مثلا واحد ل 50 لو اخترت واحد هيبقى السمك بتاعها كذا، لو اخترت اثنين هيبقى السمك بتاعها كذا. ده كأن انا ايه بعمل معادل للطباعه في الكيت، يعني لما اختار ثلاثه في الواحد ل 50 هيبقى السمك بتاعها كذا، في الواحد لمية هيبقى السوق بتاعها مثلا 0.25، في الواحد لمتين هيبقى السوق بتاعها 1.18. فالورقة دي ما حدش بيعدل فيها، يعني لكن بتعدل فيها بس ايه، هي حاجة ستاندرد فما نعدلش فيها، تمام. برضو لاين باترن لو عايز تعدل فيه، السون سيتنج لو عايز تعدل زاوية ميل الشمس او كده، الكيل اوت تاج، الفيجن تاج، الرمز نفسه لو انت عايز تعدل فيه، تقول له مثلا لا ده انا عندي رموز تانية، ممكن بدل ما هو شكل دائري تخليه مثلا على شكل مربع، ممكن تخليه شكل فيلد مليان، تمام. بلاقي عندي الراو هيد، دي الاسهم اللي احنا شغالين بيها واحنا مثلا فورات، فممكن اقول له ايه، لو انا اخترت الراو 3 ديجري اعمل له شكل الراو، او ممكن اقول له لا خلوه لي بالشكل ده، عندي اشكال كتير ابدا اختار منها. فيلتك خليه مليان، فيل السهم،
خلي لي الزاويه كبيره زاويه صغيره، ببدا احدد الزاويه، ممكن اقول له دوبليكيت واعمل واحد جديد واغير في خصائص تحته، اقول له ده مثلا خليه هو ده 60 تمام. فده المشاوره بتاعت الكتابات هتاخد الخصائص بتاعتها منين. التمبورت دايمنشن، ايه التمبورت دايمنشن دوت؟ هو حتى تبص هيقول لك سنتر الوول هيبقى في سنتر لاين الفيس الحاجات دي. طيب نعرف ايه هي وبعد كده نبدا نشوف نعدلها ازاي. لما انا مجرد بس عملت سيلكت على الباب ايه اللي بيحصل؟ بيتعمل لي تمبورت دايمنشن. هو ده اللي أنا، هو ده المقصود، هو ده المقصود. التمبورت دايمنشن جايبها لي من نص الباب، ممكن اكون عايزها من اول الباب، من نص، من اخر الباب، زي ما انا عايز. لو انا عايز احول ده لدايمنشن حقيقي مجرد بس بدفع العلامه دي بيتحول لشكل حقيقي تمام. طيب يبقى انا لو جيت كده مكات منش وجيت هنا قلت له تمبورتي دايمنشن، بقول له لا ما خلاش من كذا، خليها لي من الاوبننج، خلي لي الوول ده مثلا من السنتر لاين، من الفيسز، كل الاعداد دي لما بقف على الباب تمام بلاقي ان هو ما جابهاش من السنتر لاين، لا جابها لي من اول الباب ومن اخر الباب، من عند الاوبننج نفسها تمام. فدي الاختيارات لازم بتظبطها على الحاجه اللي انت متعود عليها. الديتيل ليفل اللي هي اللي تحت ديت بقول له ايه؟ استخدم لما انت تكون هتعمل الحاجه الجديده نيو فيو تمام. لو الفيو، لو انا عامل حاجه جديده 1 ل 10 هيبقى فاين، لو عامل حاجه 1 ل 20 هتبقى ميديم، لو عامل حاجه 1 ل 50 او 1 ل 100 او 1 ل 200 هتبقى كورس. عايز تعدل حاجه من دول بتبدا بقى ايه تنقل، ممكن تخليهم كلهم فاين زي ما انت عايز. يعني اول ما تعمل فيو جديد اي حاجه من دول هيبقى فاين. الاول كان في حاجات ميديوم وحاجات كورس، فانت بتبدا تختار ايه اللي انت عايزه يبقى فاين اول ما يبدا، واللي عايزه ميديوم واللي عايزه يبقى كورس تمام. طيب دي بالنسبه للخصائص على السريع كده تمام. الماتيريال بظبط كل حاجه الحاجه بتاعتها، يعني ببدا اقول له مثلا ايه الدكت هيبقى الماتيريال بتاعته كذا، وابدا اظبط الخصائص بتاعتها. ممكن اقف على الضغط وادخل في الخصائص بتاعته وادي له ماتيريال معينه، يعني انا مثلا متعود ان الضغط بستيل، خلاص هعلي اقف على الضغط واقول له ان الماتيريال بتاعتك ستيل. البايب عايزها نحاس، اقف على البايب واقول له دي نحاس. تمام ده الماتيريال. هو غالبا اللي بيستخدم موضوع الماتيريال دوت بيبان اكتر لما يكون بيعمل اظهار للحاجه، يعني يكون بيعمل ريندر للشغل بتاعنا تمام. ايه موضوع الريندر ده؟ اللي احنا هنشوفه ان شاء الله دلوقتي مع بعض تمام. اللوكيشن ده اللي احنا لسه جايبينه برضو من هنا، مجرد بس بتحدد المكان اللي المشروع موجود فيه، يعني بتدوس لوكيشن وتبدا تقول المشروع ده مثلا موجود في مصر. طيب انا ايه الفايده ان انا قلت له المشروع ده موجود في مصر ولا في السعوديه ولا فين؟ اوتوماتيك هو يلقط الويذر تمام، اوتوماتيك هيلقط الشمس، يعني هو فعلا بياخد مشروعات حقيقيه مش مجرد معلومات حقيقيه، مش مجرد ان انا قلت له رقم كتبه عنده وخلاص. ممكن اقول له مثلا انا في كايرو، فهو اوتوماتيك هيلقط الجو بتاعنا. احنا كنا بندرسها في المدرسه، حر جاف صيفا ممطر شتاء حاجه زي كده تمام. هيقول المعلومات اللي هي موجودة في قلب وحدة الأرصاد المصرية، وبيقول كمية الرطوبة وكمية الحرارة وكل شهر درجة حرارة دي ايه. لو شلت العلامة دي تبدأ تغير الأرقام، لو عايز تسيبها زي ما هي خلاص هو واخدها من المطار بتاع القاهرة، مطار القاهرة الدولي تمام. ممكن أقول له إنترنت مابينج، هيفتح لي الخريطة بتاعة جوجل إيرث وتبدأ أنت تختار من جوجل إيرث المدينة اللي أنت عايزها تمام. انا لو عايز الف المشروع ممكن اقول له روتيت ترو نورث والف الترو نورث بتاعي، بس قبل ما الف الترو نورث اجي هنا واقول له ان الفيو دوت مش هشتغل بالبروجكت نورث، هشتغل بالترو نورث. البروجكت نورث كل مشروع ليه شمال الخاص بيه، الترو نورث هو الشمال الحقيقي. هاجي هنا واروح جاي قايل له ايه انا كنت لفيته قبل كده، هاجي هنا اقول له ايه روتيت ترو نورث واروح مغير الترو نورث بتاعي
كده بدأ المبنى هيلف معايا شوية، ماشي. لو عايز المبنى يشتغل معايا عادي اقول له ايه بروجكت نورث، دي اهم الحاجات اللي موجودة في برنامج الريفت. لو جينا نبص على موضوع الريندر اللي احنا نستخدم عليه شوية، لازم اكون واقف في 3D، تمام. وممكن اقول له ايه انا عايز اشوف المبنى ده بشكل ميكانيكال في الاركتكشر، مش تفرق كتير يعني، بس ايه اه ده كده ظهر في الاركتكشر. عايز اعمل له ريندر، اعمل له ريندر ازاي؟ يعني ايه ريندر؟ الريندر ده بتوع 3 دي ماكس عارفينه جامد جدا يعني. باجي هنا بلاقي عندي هنا حاجه اللي هي ابريش الشاي دوت، بدوس عليه تظهر لي عمليه الريندر، ماشي. بقول له انا عايز اعمل ريندر، بختار درجه الريندر بتاعتي، درجه الكواليتي. بقول له مثلا انا عايزها لو، لو انا اخترت البيست او الهاي هيجيبها لي درجه وضوح عاليه جدا بس هياخد وقت. اقول له لو واقول له ريندر، هيبدا يعمل لي ريندر للمشروع ده. ريندر يعني يجيب لي صوره قريبه من الحقيقه حسب الخامات اللي انا دخلتها، الماتيريال اللي انا دخلتها. تمام، بيبدا يعمل ريندر. ولو بصينا هنا بلاقي عندي حاجه اسمها ريزوليوشن. هل انت عايز الحاجه دي سكرين للشاشه يعني هتعرضها على على باور في باوربوينت، او هتعرضها مثلا على جهاز من اجهزه العرض، تمام، ولا عايزها هتطبعها؟ طبعا في البرينتر بيجيبها بدرجه وضوح اكتر، تمام. فانت بتختار سكرين او برينتر زي ما انت عايز. هنا اللايتنج، هل انت تستخدم ضوء الشمس بس وضوء خارجي، ولا ضوء الشمس بس داخلي، ولا استخدم الكشافات؟ هيبدأ ياخد الكشافات اللي احنا حطيناها دي ويستخدمها في الإنارة الحقيقية. باك جراوند، هنشوف الحاجات دي مع بعض بس على ما نعمل ريندر بس كده هنشوف. احنا كده عاملينها لو، فلذلك المبنى مش شكله لطيف. لو انت اخترت هاي هياخد هيعملها لك درجة وضوح عالية، تمام. باك جراوند بقول له مثلا انا عايز الخلفية يكون فيها سحب عادية، سحب كتيرة، مش عايز سحب خالص، عايز احط لها صورة، ماشي. وبعد ما الصوره بتتكون يعني بعد ما عملت ريندر للحاجه بلاقي عندي اختيارين، بلاقي سيف تو بروجكت، هيسيف الصوره دي في المشروع كانه فيو عادي، او اعمل لها اكسبورت اروح سيفها على الديسكتوب. يبقى عندي الاختيارين دول، سيف تو بروجكت واكسبورت، تمام. هو كده بيعمل ريندر زي ما قلنا. لو اخترت هاي او بيست هيجيبها لك احسن من كده بكتير، بس عشان بس ايه الوقت، ممكن تبقى تجربها مع نفسك لان هتاخد وقت كتير، هنضيع مثلا عندنا 4 ساعات في المحاضره. ولو عايز رندر حلو طبعا 3 دي ماكس، بس 3 دي ماكس برنامج كبير، فممكن تختار برنامج مثلا زي اليومن او برنامج زي شوكيس. شوكيس تبع اوتو ديسك واليومن مش تبع اوتو ديسك، والاثنين شغالين ممتازين وبفضلهم عن 3 دي ماكس لانه هو برنامج متخصص. هقول له سيفت بروجكت، اروح سيف في المشروع باي اسم انا عايزه، تمام. اقول له اكسبورت، اروح ايه مخرجه، بيقول لي انت عايز تحطهم فين مثلا على الديسكتوب، اروح مخرج الصوره ديت، تمام. طيب برينتر هتلاقي الارقام اختلفت تماما، ليه؟ لان دي هتبقى طابعه، ولو اخترت درجه وضوح عاليه الصوره تبقى واضحه جدا، يعني لو قلت له 600 هتبقى درجه وضوح عاليه جدا، تمام، ماشي. بس طبعا هتاخد وقت. اللايتنج، طيب خلينا اللايتنج هنا ممكن تختار بقى سان زائد ايرفكال يعني ضوء صناعي، تمام. خلينا نختار هنا، شوف انا عندي سكشن ولا لا، اورينت تو فيو سكشن، اختار سكشن كده احنا وصلنا، تمام. طيب ده السكشن اللي ظهر معايا، ماشي. تعالى نختار الجزء ده كده، طيب لو انا قلت له اعمل لي رندر وقلت له اعملها لي ونشوف بقى كشفتها هيجي منها ضوء ولا لا، اقول له ريندر، اقول له سكرين. انا كنت بختار برينتر فبيقول لي لا ده تبقى مشكلة، تمام. تعالى نشوف هيعمل ريندر،
طبعا انت لما بتعمل مشروع، لو انت عملت مشروع ريفت طبعا ده دي في حد ذاتها كويسه، بس لما انت تبعت له الفيو بس مش حاسس بالجهد اللي انت عملته، فانت لازم تبعت له لوحه عاديه، فيو عاديه، وتبعت له مثلا معاه 3 دي سيكشن، سكشن 3 دي، تبعت له سكشن عاديه، تبعت له يعني تبهره، تحاول تبعت له. طبعا الاسكادولات مش بتخش من الجهد، فابعت اسكادولات على قد ما تقدر، يعني لما تبعت له اسكادولات فيها كل الكعان قد ايه، حصر للكعان، تبقى طبعا عملت معاك جميله حلوه قوي. تبعت له سكشن 3 دي، تبعت له صورتين ثلاثه كده معمولين ريندر، حتى لو انت مش محاسبه عليها في اول مره، بعد تاني مره ممكن تقول له ايه، لا والله المره دي بقى ايه، لو عايزها دي تاخد مني وقت، فدي مقابل كذا، تمام. انما تبعت له شغل حتى لو انت تعبت فيه، مجرد بيانات نفس اللوحه اللي تبعتها في الكات، مش هيحس بحاجه، حتى لو انت مثلا عملت ما خليتش حاجه غلط في حاجه وكده مش هيحس بيها. انما بقى الواحد بقى يعمل له كام سكشن كده 3 دي، زي ما شفت السكشن 3 دي بتعملها مره واحده، يعني ما تاخدش منك وقت خالص. الريندر ممكن بياخد وقت في الرندره، بس انت بتدور اوردر مثلا وانت بتعمل شيء، تعمل حاجه، تمام. هو شكله كده هياخد وقت مننا، انا بس يبدأ بس كده يورينا جزء، بس كده اوريك الفكره بتاعته. ممكن في الايمج بدخل حاجه اسمها ادجاست هنا، ببدا اظبط شده الاضاءه، ببدا افتح الصوره، اغمقها زي ما انا عايز، نفس الاعدادات اللي موجوده في فوتوشوب لو حد شغال على فوتوشوب. هو بالمعدل ده هيقعد تلت ساعه يعمل ريندر، ف استاذنكم هكنسل وجربوها، وان شاء الله تلاقوا الموضوع بسيط. مجرد بس ان انت بتظبط الاعدادات وتجرب مرة واثنين وثلاثة لحد ما تيجي معاك الإعدادات مظبوطة، لحد ما تلاقي الإعدادات بدأت تظبط معاك. يعني في كل، مش لازم كل صورة، كل الصور تكون لها نفس الإعدادات، ممكن تجرب تلاقي محتاج إن أنت تفتحها شوية، تلاقي محتاج إن أنت تغمقها شوية، محتاج إن أنت تظبط حاجة معينة، تمام. فأنا هكنسل إيه، ما أضيعش بس وقت حضرتك، تمام. طيب طيب عايز اوريك حاجه جميله جدا اسمها ورك ثرو. ايه ورك ثرو ديت؟ الورك ثرو دي يعني كأن انا بمشي في المبنى، ودي بتبقى كويسه جدا ان انا اخلي او انا نفسي اتفرج على المبنى واشوف ايه المسار اللي المفروض الواحد يمشي فيه، تمام. يعني لو انا جيت دلوقتي كده في الدور الاولاني مثلا، خلينا نقف اي دور، لو انا جيت هنا في الدور دوت ماشي وعايز ابدا امشي في المبنى دوت، بعمل ايه؟ معايا حاجه مش دلوقتي، مش دلوقتي. طيب لو انا دلوقتي عايز ابدا امشي في المبنى، تمام، لما باجي في الشيت اللي فوق دوت بلاقي عندي 3 دي وكاميرا وورك ثرو. الورك ثرو دوت يبقى انا همشي في المبنى. يعني ايه همشي في المبنى؟ ابدا احدد اول نقطه انا همشي فيها، يعني ممكن مثلا احدد ان انا خارج اهوت من هنا، تمام، ده الاوبسيت بتاعي، ده المسار بتاع العين مثلا، همشي من هنا هنا، تمام، هنا بتبدأ تحدد تمشي في أي مسار، تمام. ممكن تبدأ تحدد إن أنت مثلا هتدخل في أي حيطة أو مش هتدخل في أي حيطة خالص، وممكن كل شوية تنزل بالارتفاع بتاعك، أو ممكن يكون عندك مثلا سلم تبدأ تنزل أو تطلع زي ما أنت عايز، تمام. يعني أنت بقى مشروع حقيقي، فبتحاول قدر الإمكان ما تخبطش في أي حيطة، بحيث تحسس العميل ان انت ماشي في المشروع حقيقي، تمام. بعد ما عملت الورك ثرو، تمام، انا بس مجرد ماشي كده عادي، يعني بقول له فينش ورك ثرو، ممكن تخرج جوه بره المبنى عادي، تمام، هقول له اديت ورك ثرو، تمام. بتبدا بقى تعدل فيه لو انت عايز، لو انت عايز تعدل في المشروع، يعني ممكن اجي هنا
اقول له مثلا انا مش عايز الاكتف كاميرا ده، انا عايز اعدل في الماسور، تمام؟ وتمسك بقى نقطه نقطه تعدل فيها. او ممكن اقول له في الاكتف كاميرا تبدا تعدل في الكاميرا نفسها، تعدل في يعني الكاميرا مثلا تخليها تبص الناحيه دي مش تبص الناحيه دي، تمام؟ دي اول حاجه في الكاميرا، ادي تورك ثرو. اقول له اللي قبليها الكي فريم اللي قبليها، هو بيبص الناحيه دي، لا انا عايز يبص الناحيه دي. الكي فريم اللي قبليها الكاميرا نفسها بتبص الناحيه، بتبص الناحيه دي، لا انا عايز ابص الناحيه دي. طيب هقول له اوبن ورك ثرو، تمام. هو هنا الشكل معايا مش جميل لان هو الكتريكال، فخاف الحيطان خالص. هقول له ارتكشر، تمام ماشي. او ليك يعني انت ليك اختيار بقى، تختار الحاجه اللي انت عايزها واقول له ايه بلاي. انت كده ماشي جوه المبنى، ادول البيبان. طيب خلينا نقول له من الاول خالص من الصفر، تعالى نشوفها كده من اول فيو خالص. كده انت ماشي في الطرق اهيت، طبعا انت المفروض بقى بتبدأ تفكر المسار العادي بتاع الانسان يمشي ازاي. او ممكن تختار بدل ما انا مختارها شدد، تختار حاجه الوان اكتر فتبقى الموضوع اكثر دقه، تمام. هذا السلالم، ده ممكن تظبطها بقى كل كام سلمه تروح نازل سنه، تنزل سنه، تنزل سنه، بحيث كانك انت نازل على السلالم. ده الورك ثرو. ده طبعا انت مثلا ممكن يكون عندك مكان، ممكن يكون عندك كذا، فعايز تشوف اللي هيمشي في المكان ده هيخبط في حاجة ولا مش هيخبط في حاجة. طيب انا دلوقتي عملت الورك ثرو، ممكن طبعا وانا شغال اختارها مثلا حاجه كده ادق، فطبعا هتطلع صوره اجمل بكتير، تمام. بس هتكون ايه، هتاخد تبقى تقيله شويه بس. وطبعا طول ما انت بتظبط في الخامات كل ما الشكل يطلع معاك احسن. في تكييف اهو فوق، كأنك يعني ماشي في لعبة من ضمن الألعاب. أو في مكان التكييف اللي احنا استعملناها دلوقتي، الجريلات بتاعة التكييف، الحيطان دي بتاعة الكهرباء، تقدر تشوفها تضايق الواحد وهو ماشي ولا لأ، تمام. طيب لو أنت عايز تصدر شغل دوت، أجي هنا وأقول له اكسبورت، تمام. وهاجي هنا اختار ورك ثرو من ايمج اند انيميشن، اختار ورك ثرو. الورك ثرو بقول له بقى الفريمات كلها ولا انا عايز الفريم معين من كذا لكذا، فممكن اقول له اول فريم. عايز تختار اني فيجوال ستايل، ممكن اقول له ريلستيك بس هياخد منه وقت كتير قوي، تمام. الجلود تايم اند ديت، هيكتب لي الثانيه كام فوق، ماشي. اقول له اوكي وابدا اخرج الملف ده، هيخرج لي اي بي اي. اقول له اوكي وهيبدا يخرج الملف كله اي فوق، تمام. ده بالنسبه للورك ثرو، تمام. طيب حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي في اي حاجه من ريفت